النهارده هنستكمل مع بعض المحاضرة اللي فاتت، وهنبدأ في محاضرة الميكانيكال سنسورز. دي إن شاء الله أتمنى تكون آخر محاضرة بإذن الله. إحنا الشابتر اللي فات كنا اتكلمنا على الثيرمال سنسورز، شفنا أنواعه، شفنا الآر تي دي، شفنا الثيرمستور، وشفنا الثيرموكابل، وهنبدأ نحل شوية مسائل عليهم. أنا حليت المسألة ديت في محاضرة من محاضرتين، بس هحلها تاني ونحل السؤال الثاني ان شاء الله. هنا بيقول لك ديزاين ا جي تايب ثيرموكابل سيستم وير 200 درجه مئويه برودوس 2 فولت. يعني هو هنا بيقول ان الثيرموكابل بيطلع عند ال 200، عايزه في الاخر خالص السيستم ده كله على بعضه عند 200 درجه مئويه يطلع 2 فولت، يعني داخل له من الانبوت هنا 200، عايز ال 200 دي تطلع في الاخر خالص 2 فولت. يوزز السيستم ده بيستخدم سوليد ستيت سنسور او سوليد سنسور عشان يكمبنسيت بيه الريفرنس تمبريتشر، ودي حاجه احنا كنا شفناها. يمكن افكركم شويه في السلايد ديت، اهي السلايد دي ان انا بستخدم سنسور عشان اقيس التمبريتشر اللي اسمها تي ار، وعشان اطرحها هنا في الخطوه دي لما اجمعها هنا فتطير مع الماينس تي ار الموجوده هنا، وبالتالي الفي اوت هنا يبقى فانكشن بس فين؟ في التي ام. فانكشن بس في ال تي ام. زي ما انتم شايفين هنا ده نفس التركيبه بالظبط، يعني ده نفس المنظومه اللي هتساعدنا لعمل استخدام السوليد ستيت سنسور. هو هنا بس مديني معلومه بقى على السوليد ستيت سنسور، ان بيقول لك ان الرينج بتاعه او الريت بتاعه 8 ملي فولت لكل درجه مئويه. 8 ملي فولت لكل درجه مئويه. الارنجمنت بتاعت السيستم ده زي ما انتم شايفين بالظبط، هي عباره عن سوليد ستيت سنسور اهو، خلاص ده الريت بتاعه 8 ملي فولت لكل درجه مئويه، هو مديهولي بالكامل خلاص، يعني هو بيخش له تمبريتشر بيطلع منه فولت 8 ملي فولت لكل درجه مئويه. اما الثيرموكابل فالمفروض ان هو يعني بيتعرض للاثنين التي ار والتي ام خلاص، والمفروض ان هو ده نوعه جي تايب، فالمفروض ان انا احاول اوصل الكاركترستيك بتاعته ايه، والمفروض ان هو يبقى ابلايد عليه جين بحيث ان الاثنين دول لما يتجمعوا مع بعض يطير الجزء بتاع التي ار، يطير الجزء بتاع التي ار. واخيرا بستخدم جي 2 عشان اوصله للاثنين فولت اللي انا عايزها كفاينل اوت. طيب تعالى نفتكر كده احنا كان المفروض نعمل ايه. ادي السنسور اهو، المفروض ان انا عندي هنا ده الثيرموكابل اهو، وادي ده السوليد ستيت سنسور. الثيرموكابل بيقيس الفرق ما بين التو تمبريتشر، يعني بيقيس ايه؟ الفا مضروبه في تي ام ناقص تي ار. اوكي؟ وبعد كده في كي، في جونس في كي تتضرب فيهم، وبالتالي بقت الكي الفا مضروبه في تي ام ومضروبه في تي ار. فالمفروض ان الاثنين دول مع بعض اللي هو بتوع السوليد ستيت سنسور بتديني برضه هي كمان الكي الفا، يعني المفروض ان الكي الفا بتساوي الايه الاثنين دول عشان التي ار تطير، عشان التي ار تطير. اوكي؟ وبالتالي كده هو لو انا عندي هنا الجيم بتاع كي الفا يبقى بالتالي التي ار تيرم ده هيروح، ومش هيبقى هنا غير كي الفا في تي ام. كي الفا في تي ام دي لما اضربها بقى بجيم تاني، احنا هنا بقى في الدرجه النهائيه حطينا جيم تاني هنسميناه الجي 2 خلاص؟ جي 2 دوت عشان خاطر يديني الاثنين فولت، وبالتالي بقى انا عندي بقى ايه؟ انا محتاج يعني كي الفا في تي ام لما اضربها في جي 2. طبعا احنا كي دي مسمينا في السؤال جي 1، يعني كي دي احنا مسمينها جي 1 خلاص؟ المفروض ان ده يديني الفي اوت اللي هو بقى المفروض ايه؟ عند 200 درجه مئويه يديني ايه؟ 2 فولت. ده سيمبلي هي قصه الايه الكومبنسيشن باستخدام الريفرنس تمبريتشر. فده اللي موجود في الرسمه وصلنا، او ده اللي موجود في الرسمه، ده السوليد ستيت سنسور هو بيديني الجين دي كي الفا ببساطه، دي الكي الفا او الجي 1 الفا، يعني هنا احنا مسمينها الجي 1، ممكن نريز بس الكلام ده اهو، ده الجي 1 ده ببساطه جي 1 الفا اللي هي كي الفا خلاص. المفروض ان الاثنين دول اهو بيساوي ايه 8 ملي فولت لكل درجه مئويه. وبالتالي عشان اعرف الجي 1 لازم اعرف الايه الجيم بتاع الثيرموكابل. طب الجيم بتاع الثيرموكابل بجيبه منين؟ بجيبه من النوع بتاعه الجي تايب ثيرموكابل. المفروض عند 200 درجه مئويه، لو رجعنا للجدول بتاعه هتلاقي عند 200 درجه مئويه اهو
بيديني 10.78. وانا عارف ان الكاركترستيك بتاعتي لينير شبه لينير بتمر بالخط المستقيم، فانا هعتبرها خط مستقيم وهحسب السلوب. بس احسب السلوب، انا عارف عند 200 بتديني كام، فبالتالي هقسم ال 200 على الاوتبوت اللي هو 10.7 على ال 200 يديني السلوب. خلاص؟ فبالتالي هيطلع لي الايه؟ ان الكاركترستيك بتاعت المنظر 10.7 على 200 يطلع لي 0.054 اللي هو المقدار. وبالتالي 0.054 في جي 1 خلاص اللي هي جي 1 الفا بيساوي 8 ملي فولت، ودي اللي هي الايكويشن خلاص اللي هطلع منها ان الجي 1 ب 148.4. وبالتالي انا هنا محتاج اعمل امبليفيكيشن للسيجنال بمقدار 148.4، وده امبليفيكيشن كبير طبعا لان انا الاوتبوت بملي فولت وانا عايز اوصله لفولت خلاص. وبالاضافه ان الثيرموكابل اصلا ضعيف جدا، الثيرموكابل ضعيف جدا وبيطلع حاجات بملي فولت ومحتاج امبليفيكيشن عالي. وخلي بالك ده برضه ستيل ده امبليفيكيشن بس عشان خاطر يبقى زي السوليد سنسور. ستيل انا ما وصلتش للفاينل امبليفيكيشن اللي بيديني الـ 2 فولت عند 200 درجه مئويه. طب انا كده خلاص طالما جهزت الجي 1 بالمقدار ده يبقى انا كده كنسل معايا التي ار، ما بقاش موجود هنا اهو، يعني بقى ده فانكشن بس في التي ام. فعباره عن ايه بقى؟ جي 1 الفا في تي ام، في جي 2 هيديني بقى ايه الفي اوت النهائي. وبالتالي هقدر اطلع هنا الجي 2 لان عارف ان الحسبه دي لما اضربها في 200 درجه مئويه هتديني 2 فولت، وبالتالي هقدر اعرف ان ايه ان الجي 2 هتساوي 1.25. خلاص؟ حد عنده سؤال في السؤال ده؟ مو واضح يا جماعه؟ انا كل اللي حسبته هنا الجي 1 والجي 2. الجي 1 كان حسبتها تتطلب ان انا اكنسل السوليد ستيت سنسور جين عشان التي ار تروح مع التي ار. الجي 2 حسبتها على اساس ان انا اقدر ادي ال 2 فولت مع ال 200 درجه مئويه. ها اتفضل يا باشمهندس. بقول لحضرتك تمام. تمام. الكلام ده عشان يتعمل على هيئه اوبريشن امبليفاير بسيط جدا، يعني مجرد ان انا ايه ده انا عندي هنا حاجتين، عندي 148 وعندي 1.25 خلاص. يعني انا جاست محتاج الاثنين دول عشان خاطر اعمل غير بالاضافه للسمر ده، عندي السمر ده يبقى ثلاثه ستيجز اهي. تعال نبص عليهم، ادي الثيرموكابل اهو، وادي ده السوليد ستيت سنسور اهو بالدايره بتاعته اللي انا ما اعرفش ايه هي. يعني هو مديني دايره بتطلع 8 مللي فولت لكل درجه مئويه، فبالتالي انا عندي بس الاوتبوت بتاعها. طب السوليد ستيت سنسور سوري الثيرموكابل دوت بدخله على ايه؟ بدخله على الدايره اللي قدامنا دي. دي دايره ايه يا جماعه؟ دي دايره ايه؟ سبتراكتور. لان انا بايه؟ انا المفروض بقيس الديفرنس ما بين الاوتبوت بتاع الثيرموكابل ما بين الطرفين. حاجه زي الـ ويتستون بريدج، انا بقيس الفولتج ديفرنس. الفولتج ديفرنس يتطلب ان انا عندي يبقى عندي سبتراكتور. او ده السبتراكتور دوت بيقيس الفولتج ديفرنس ما بين الطرفين دول. مش بس كده، ده سبتراكتور معاه ايه؟ جين المفروض. عجين وبيدي طبعا اشاره بالنيجاتيف، وبيدي اشاره بالنيجاتيف خلاص. طيب يبقى بالتالي كده بقى انا ضربت خلاص يعني كده وصلت لل 148 اللي انا عايزها طبعا عن طريق فاريبل ريزيستنس خلاص. يبقى بالتالي الفولت اوت هو عباره عن ايه؟ الاوتبوت بتاع الثيرموكابل بعد ما عملت له امبليفيكيشن بمقدار 148 يعني ضربته في الجي 1. اتفضل بقى ان انا اجمعه على السوليد سنسور اللي هو ده اللي هو 8 ملي فولت، لان حاصل ضرب 148 في الجين في الالفا يديني ال 8 ملي فولت خلاص. فالمفروض دول لما يتجمعوا مع بعض خلاص يروحوا يعني هو هنا طارحهم عشان في اشاره طبعا نيجاتيف كانت موجوده هنا خلاص. فهينتج عنه عمليه الجمع هنا اهوت هتنتج عنه ايه؟ ان انا بكنسل التي ار تير. طب الاستيج الثانيه دي بتعمل ايه؟ بتعمل حاجتين برضه سبتراكشن، وبتعمل ايه تاني؟ جيم بقى جيم بتاع جي 2 الجيم بتاع الجي 2 اللي هو 1.25 ده الجي 2. يبقى ده يا جماعه الجي 1 اهو وادي ده الجي 2 خلاص. وتعمل نفس الوقت السبتراكشن اللي هي الجزء اللي انا بطير فيه التي ار مع التي ار. اوكي؟ وبالتالي كده انا طيرت الايه التي ار خلاص.
طيب السؤال الثاني، السؤال الثاني بيقول لي design a system that turn on alarm when temperature exceed 10 درجات مئوية and turn off alarm when temperature drops 8 درجات مئوية. ده اسمه ايه يا جماعة السيستم ده؟ حاجة بتشتغل مع العالي وتقفل مع الواطي. Stress comparator. بسيط جدا. طبعا هو هنا بقى زود حتة يعني غير كده كان كله سهل ما عدا الحتة دي بقى يعني accepting tolerance 0.25. طبعا التولرنس دوت اكيد هيجي بسبب الايه موضوع السيلف هيتنج ده اللي بيصعب الايه السؤال شويه. طيب نيجي هنا بيقول لك ايه linearity is not important، يعني دي ملاحظه على السؤال ده ان linearity مش مهمه. ليه linearity مش مهمه؟ حد عارف؟ عشان شغالين في رينج صغير. ده ممكن يكون سبب ان انا شغال في رينج صغير، والسبب الثاني بقى اللي هو قصده هنا عليه ان انا محتاج بس التو فاليوز اللي بيشتغل عليهم الالم. خلاص؟ يعني انا محتاج جاست الايه؟ الثمانيه والعشره. في النص مش مهم الريليشن شكلها ايه. طالما الريليشن تزايديه خلاص يعني فما فيش مشكله يعني. كنا بقى بتزيد بشكل لينير بتزيد بشكل نون لينير مش هتفرق معايا لان انا هنا مش عامل كنترول، ده انا هنا كل اللي بعمله ايه؟ جاست الارمينج سيركت. خلاص فانا مهتم بس جاست بالتو بوينتس اللي هي 10 و8. الهستريسيس بتوين طبعا انا عندي اكيد هستريسيس هستخدمها يعني ده الاستنتاج اللي احنا استنتجناه. التولرانس اللي هي 0.25 كامز فروم سيلف هيتنج ومديني هنا ايه ان دلتا تي المسموح بيها 0.25 يعني اللي هي عباره عن البي على البي دي. البي على البي دي طبعا اكيد محتاج اعرف البي دي كمان عشان خاطر يعني الاجهزه موجوده في السؤال بس انا امثالي موجوده في الحل يعني. البي دي موجوده. بي دي ام. يعجبني في السؤال بس مش ظاهره هنا في الايه في الجبل دي. خلاص؟ طب تعالى بقى نحل السؤال دوت. انا هنا عندي حاجه بتقيس الحراره اللي هي الار. انا عندي نوع ايه اللي بيقيس الحراره؟ بيقول لي ديزاين تيرن اون ار. هو مش محدد هنا الحاجه اللي بتشتغل فانا هنا هشتغل مباشره بايه؟ بالار تي دي. خلاص؟ بالار تي دي. فزي ما انتم شايفين هنا انا حاططها هنا فولتج ديفايدر عليه 5 فولت وهبدا ديزاين الدايره بتاعتي بيزد على الايه الكاركترستيك دي. اول حاجه انا عندي هنا ايه؟ انا عندي درجه الريزيستنس عند درجتين الحراره المختلفتين اللي هو مديهم لي مديني كام؟ 8 و10 ادي 8 و10 ومديني معاهم كيرف مش مديني لا معادله لينير ابروكسيميشن ولا حاجه لا مديني جاست كيرف. فالكيرف هنا هطلع بيه بقيم الريزيستنس يعني اللي هي عند 8 درجات مئويه 11 كيلو اوم وعند 10 درجات مئويه 10 كيلو اوم. فانا طلعت بالكيرف هنا من الكيرف هنا بالقيمتين بتوع الريزيستنس من غير حسابات ولا حاجه جاست من ايه من الكيرف. ادي قيم الايه التو ريزيستنس عند 8 وعند 10. طيب البي دي هو هنا دي جيفن المفروض جيفن وهنا هديك كمان الدلتا تي وبالتالي انا هقدر احسب من البي دي والدلتا تي اقدر احسب الباور ماكس اللي هي 1.25 ملي واط يعني ده الماكسيمم باور اللي ممكن يعدي في الايه في الدايره دي. طيب البي ماكس هنا عباره عن ايه؟ البي ماكس دي عباره عن الاي سكوير ماكس في الار مينيمم. خلاص ليه؟ لان الار ماكسيمم هتديني مور باور وبالتالي هنا الاي ماكس هتديني هنا بي ماكس على ار ثيرمو ار الار بتاعت ال ما تقريبا قصده بيها ار 7 هنا؟ والله دي الارض بتاعت الثرمستور هي جهاز الثرمستور ثرمستور بس صح يا جماعه ده ثرمستور ده مش ار تي دي انا اسف يا جماعه ده ثرمستور اهو ده انتوا فاكرين كده ده ثرمستور دي مش الار تي دي احنا فاكرين الار تي دي كانت الريليشن بتاعته مختلفه الريليشن بتاعته كانت كده صح؟ لكن الار ثرمستور كان عباره عن ده الشكل ده فده ثرمستور يعني مش ثيفنين يعني هنرجع تاني للكيرفات اللي احنا خدناها اهو ده الكيرف بتاع الار تي دي وده الكيرف بتاع الثرمستور فاحنا هنا استخدمنا الثرمستور هنا استخدمنا الثرمستور عشان كده خد الار مينيمم يعني ايوه طيب فانا هنا هوت
ال P max عندي بيساوي I square max في ال R Thevenin في ال R thermistor. منها هقدر احسب ال I max اللي هو هيطلع الجذر التربيعي ل P max على R thermistor اللي هو هيديني 0.35 ملي امبير. خلاص 0.35 ملي امبير عشان احصل عليها لازم احط ال R دي بقيمه اللي هي هنحسبها بقى من المعادله بتاعه الفولتج دروب هنا اللي هي 5 فولت على ممكن تحسبها وات ايفر بقى بكام. 5 على القيمتين دول هتديك قيمه ال R دي يعني. ففي الاخر خالص انت عندك هنا ال I max اللي هي 5 فولت على I max خلاص، لان هي 5 فولت على ال I max هيساوي R دي ناقص زائد ال R دي زائد الارثر مستر سوري زائد الارثر مستر. لما تودي الارثر مستر الناحيه الثانيه فبالتالي هيديك الار دي بيساوي 5 فولت على اي ماكس ناقص الار ثرمستر هيديك 4.82 كيلو اوم. طيب المقدار دوت هقدر احسب منه ايه؟ هقدر احسب منه شكل الفولت عند القيمتين عند ال 11 وعند ال 8. فعند ال 8 هعوض بالقيم بقى قيمه ال ادي الار تي اللي احنا طلعناها وادي 11 كيلو اوم اللي هي عند 8 درجات مئويه يديني 1.41 فولت، وادي الارثر الفولت اللي طالع من السنسور بتاعي اللي هو عند القيمه الثانيه اللي هي عند 10 درجات مئويه اللي هتطلع ب 10 كيلو اوم وهتديني فولت بمقدار 1.5 فولت. وبالتالي كده انا ايه حسبت الفولت عند الطرفين عند الطرفين. اتفضل كده خلاص ان انا ايه ان انا ادخل الفولت دوت على الدايره بتاعت الهيستريسيس كومباريتور. خلاص ادي الهيستريسيس كومباريتور داخل له 2 فولتج رينج 2 فولت واحد فيهم يعني المفروض ببساطه كده عند لما الفولت بتاعي يوصل ل 1.5 فولت يبدا يفتح القلم، لما ينزل عن 1.41 فولت يبقى ده ببساطه كما لو انا ده الايه ده ال V high وده ال V A وده ال V low. اوكي ده ال V high وده ال V low، وبالتالي الفولت بتاعي لما يعدي ال 1.5 لما يعدي ال 1.5 هيترن اون القلم، لما يقل عن ال 1.4 هيترن اوف القلم. طب خلاص بقى عندي بقى معادلات الهيستريسيس كومباريتور اللي هو ده هنبدا نشتغل عليها. احنا هنا هل مديني هنا اي حاجه مرتبطه بالفولت اللي هيشغل القلم؟ مش حاطط اي هنا في السؤال اي فولت بيشغل القلم، فاحنا هنعتبره هنا 5 فولت، احنا هنشغل القلم 5 فولت خلاص. وبنبدا نحل المعادلتين بتوع الايه الهيستريسيس كومباريتور. خلاص انا عندي معادله الفي هاي والفي لو، عرفت هنا الفي ريفرنس اعوض بيها هنا، وانا عارف الفي اوت انا حاطه بخمسه، اقدر اطلع الريزيستنس ريشيو هتطلع في الاخر خالص القيمه ديت اللي هي ممكن نحصل عليها دي ودي. طيب احنا هنا حلينا السؤال كمكون من جزئين، الجزء الاول عباره عن السنسور سيركت، سنسور سيركت استخدمت فيها ثرمستور عباره عن فاريبل ريزيستنس، والفاريبل ريزيستنس دي انا عارف القيمتين بتوعها، وانا كنت اللي بعمله بس فيها ان انا بحاول اجارنتي ان الباور ما تزيدش عن ايه؟ عن ماكسيموم باور معين. حسبت الماكسيموم باور اهو من الكاركترستيك بتاعه السنسور خلاص، وشفت الماكسيموم كارنت بيعدي امتى؟ بيعدي امتى؟ لما الريزيستنس بتاعتي تكون اقل ما يكون خلاص، هو بيزد على كده بدات حددت الماكسيموم كارنت ومنه قدرت اطلع الريزيستنس الثاني. طلعت التو ريزيستنس خلاص معايا الريزيستنس فاليوز بتاعت الثيرمستور ومعايا الريزيستنس الثانيه ومعايا الفولتج سورس بتاعي انا هفرضه هنا بخمسه، هقدر اطلع الفي اوتبوت عند كل درجه حراره، ومنها هقدر اخش في الستيج الثانيه بتاعت الهستريسيس كومباكتور. مفيش مانع طبعا احنا هنا نحط ايه بافر في النص، بافر في النص عشان خاطر نايزوليت التو سيركتس انا ايزوليت التو سيركتس دول عن بعض بحيث ان انا اجرانتي ان انا ايه مش هعمل لودنج على الدايره اللي بعدي. طيب حد عنده سؤال لغايه هنا؟ هي دي الدايره اهي كلها على بعض، لاحظ ان انا هنا ايه احنا بس احنا محتاجين نزود هنا بافر في الدايره دي، ودي الهيستريسيس كومباريتور بتاعنا، وده حد يقدر يقول لي ده بتاع ايه؟ ده الايه الفولتج ريفرنس اللي احنا طلعناه، يعني الفولتج ريفرنس ال 1.5 فولت ده هو ده كان محتاج دايره تعمله، ومحتاج كمان هو كمان بفر يحميه ومحتاج بفر يحميه. فالدايره دي الغرض منها ان انا ادي ال 1.5 فولت اللي انا عايزه كفولتج ريفرنس.
حد عنده اي سؤال هنا؟ دكتور ايه الليد اللي في الاخر دي؟ يعني هو هنا اقترح ان يبقى الالارم بتاعي عن عباره عن ليد يعني. اه تمام. يعني مجرد اقتراح يعني اقترح ان انا هنور لمبه بالخمسه فولت اللي هم طالعين او وتكبر بقى دايره الالارم. عادي لو ما رسمناهاش ولا لازم نرسمها في الاجابه؟ مش لازم يعني، انت شايف يعني مش حاجه مهمه يعني، مدى اهميتها يعني مرتبطه بالاختيار يعني، هو هنا سابها لك مفترضه يعني خلاص، فانت حطيتها يعني. انت مثلا انت هنا حطيت 5 فولت يعني، وحطينا 5 فولت يعني خلاص يعني، ما حدش وشغلنا الالارم ب 5 فولت، دي كلها افتراضات خلاص. اذا هنا في فريدم عندك ان انت تحط افتراضات زي ما انت عايز، طالما ما حدش ايدك بيها في السؤال. اوكي اوكي دكتور لو سمحت، اتفضل. هو الجزء اللي هو بتاع التولرنس ده، القانون بتاعه المفروض اصلا بنعرفه منين؟ القانون بتاع ايه؟ تولرنس، القانون ده ما انت تحفظيه، القانون دوت اللي هو دلتا تي بي ماكس على بي دي خلاص. احنا بقى استخدمنا كل ده عشان خاطر اللي هي التولرنس دي، فاحنا عملنا كل ده بقى وبعد كده وصلنا للهستيريسيس كونفرتر، لكن من غير دي واحنا دايما في اي احنا عندنا المعادله الحل بتاعنا بينقسم لكذا جزء، في جزء خاص بالسنسور سيركت، فده طبيعي ان احنا نعمله بدايره السنسور، لان دايره السنسور بتتعرض لايه؟ للسيلف هيلينج خلاص، فعشان تشتغل بطريقه سليمه لازم اكونسيدر السيلف هيلينج خلاص. الجزء الثاني كان عندي هيستريسيس كومبارتر، يعني اكوردنج اللي طالع من على طول مباشره من الايه، من السنسور سيركت، ما فيش عندي هنا في النص دايره سيجنال كونديشنج. يعني انا هنا في السؤال ده بالذات مش حاطط سيجنال كونديشن، ليه بقى؟ ان انا هنا عايز اشغل الارم على قنتين وخلاص، انا مش عايز انترفيس مع كمبيوتر، يعني انا مش مطلوب مني هنا ان انا احط قيم معينه للاوتبوت. اوكي؟ تمام يا دكتور. فما اضطرتش ان انا اعمل سيجنال كونديشن. اوكي؟ شكرا. السؤال الثالث، بيلي ديزاين ا سيستم. دكتور ممكن حضرتك تسجل؟ هو انا مش مسجل، التسجيل شغال يا جماعه. ديزاين ا سيستم ذات ميجر تمبريتشر ان رينج 50 درجه مئويه ل 80 درجه مئويه وبيطلع اوت فولتج من 0 ل 2، يعني بيقول لك طلع صمم سنسور سيركت خلاص بتطلع فولت من 0 ل 2 اهو. هنا يعني فارض عليا سيجنال كونديشن، ليه؟ لان انا هنا مقيدني فولتج او رينج معين في الاوت، وطبعا هنا بيفرض عليا نوع انواع اللينيرتي، يعني لازم اسبورت اللينيرتي. ليه؟ لان انا بطلع ميجرمنت، بالتالي الميجرمنت لازم تبقى لينير مع التمبريتشر. عدم وجود اللينيرتي ممكن يعمل مشاكل، اخطاء في الميجرمنت، ابسط حاجه خطا في الميجرمنت خلاص. فانا لازم ابقى مطمن ان السيستم لينير في السيستم، يعني في حال زي ده. دايره زي الالارم انا ما كنتش مهتم باللينيرتي، ليه؟ لان انا كل اللي محتاجه بس القيمتين، عند 80 درجه مئويه، عند ايه، عند ولا عند 8 درجات مئويه، وعند 10 درجات مئويه، يعني هو دي. فبالتالي اللينيرتي في النص مش مشكله، لكن في لما بعمل ميجرمنت لا، انا مضطر ان انا احافظ على اللينيرتي. طيب تيرن اون الارم اف تمبريتشر اكسيد 100، يعني بالاضافه للميجرمنت، يعني ده ميجرمنت كمان عايز يشغل الارم، يعني هو كما لو انا دايره بتقيس درجه الحراره او بتشتغل في رينج من 0 ل 2 فولت، لكن احيانا بتزيد درجه الحراره عن الرينج المعترف بيه او المعتاد اللي هو 50 ل 80، فجاه كده فجاه لو نطت ل 100 خلاص، معنى كده ان في مشكله حصلت في السيستم، ساعتها محتاج يشغل الالم. وزود لي كمان هنا جزء خاص بقى بالكاركترستيك بتاعت السنسور بقى، او اللي انا هستفيد بيه في السيلف هيتنج، ان التولرنس المسموح بيه 1 درجه مئويه، 1 درجه مئوي. طيب هستخدم هنا ايه؟ هستخدم هنا ار تي دي، هستخدم ار تي دي في الرينج ده اللي هو من 50 ل 80، وقلنا ان هو ده رينج معقول يعني، فبالتالي ممكن ببساطه اعتبره لينير. وهستخدم بعد كده امبليفاير ستيج عشان اقدر اعمل السيجنال كونديشننج اللي بيديني الفولتج رينج ده. وان كيس بقى ان انا خطيت المنطقه بتاعت النورمال اوبريشن ودخلت في المنطقه الخطر، هحط كومباريتور بعديه عشان خاطر اشغل الايه؟ الالارم سيركت خلاص. يبقى ده خاص بالميجرمنت، وده ستيج بعديه اخد الاوتبوت منه وارجع تاني ادخله في دايره ثانيه واشوف ال 100 دي هتوديني فين. خلاص ال 100 ديت هي دي اللي هتشغل لي الالارم سيركت. طيب
مديني ايه على الارت دي بتاعتنا؟ مديني شويه انفورميشن، مديني واضح هنا انه مديني اللينير ابروكسيميشن بتاعها، يعني مديني الار اوف تي نوت اللي هي هنا 65 درجه مئويه خلاص ب 150، ومديني الالفا نوت بتاعه اللينير ابروكسيميشن، ومديني البي دي خلاص. يعني هنا اداني انفورميشن عن الفورمولا بتاعه الار تي دي مش الكيرف بتاعها خلاص، وبالتالي انا هنا هشتغل بالمعادله مش بالكيرف خلاص. وبالتالي البي دي اللي انا محتاجها دايما فين؟ في معادلات السنسور سيركت عشان اعمل اضبط موضوع السيلف هيت. طيب الار تي دي بتاعتنا هو هنا هيركبها هنا في بريدج، هيركبها هنا في بريدج خلاص. اختياره للبريدج هنا جاء حد يقدر يقول لي ممكن يكون مناسب ليه؟ هو طبعا اي حاجه ممكن تبقى مناسبه، لكن هو هنا اكيد اختار البريدج لسبب. حد عارف؟ عشان كان مهتم باللينيارتي. هو البريدج والبريدج والفولتج ديفايدر الاثنين مش لينير باي ذا واي، بس احنا قلنا ان هما بيبقى لينير في رينج صغير فده مقبول، لكن هو هنا اختار البريدج لسبب تاني. حد عارف؟ بيحس بالتغيرات البسيطه بسبب الزيرو يا جماعه، بسبب الزيرو. الزيرو خلاص، لاحظ ان هو هنا ايه، انا عندي المينيمم فاليو صفر والماكسيمم ايه؟ 2. اوكي؟ يعني انا مش عندي يعني الاسهل لي هنا ان انا استخدم سنسور يطلع من صفر لكذا، صح ولا لا؟ تمام. فالصفر عندي هو هنا المعيار اللي بيزد عليه فضل هو البريدج. اي حاجه ثانيه كويسه، يعني ما فيش حد هيقول ان الثانيين مش كويسين، يعني لا عادي استخدم فولتج ديفايدر، استخدم اوبريشن امبليفاير، ما فيش لا هيسيب عندي خطوه، هيسيب عندي خطوه. تمام. طيب وبالتالي كده هو انا هنا استخدمت بريدج، بس قبل ما ابدا اشتغل على البريدج بقى ابدا اشوف النقط اللي انا شغال فيها بتجيب يعني احول الحراره الى ريزيستنس عشان ابدا اعرف اشتغل. فانا عندي معادله السنسور اهي، عندي كل حاجه فيها موجوده، الالفا والتي نوت والار تي نوت، هعوض مره بال 50 درجه مئويه، مره بال 80 درجه مئويه، مره بال 100 درجه مئويه، يبقى انا كده عرفت ايه، تخلصت كده من درجات الحراره وحطيت مكانها ايه؟ ريزيستنس فاليو. طبعا انا هحتاج اشتغل في التو فاليوز دول عند ال 50 ل 80، اما ال 100 دي فدي الدايره القيمه بتاعه الالارم، يعني دي هشتغل بيها في الاخر. طب عندي البي ماكس بيساوي البي دي في دلتا تي اللي هي عباره عن 30 ملي وات في 1 درجه مئويه، اديني 30 ملي وات ده الماكسيمم باور اللي هقدر احسب برضه منها الاي ماكس خلاص. الاي ماكس اللي هي عباره عن البي ماكس على الار مينيمم خلاص، جزء التربيه البي ماكس على الار مينيمم اللي هي بالعكس، يعني بي ماكس بيساوي اي سكوير ار مينيمم، يعني هتديني 14.6 ملي امبير، ده الكارنت اللي هقدر احسب منه الريزيستنس الثانيه دي. الريزيستنس الثانيه دي اللي هي كام؟ طلعت كام عندي هنا؟ طلعت عندي 201، هحطها كام؟ 220 اوم، هحطها 220 اوم في ار 2 دي. انا هنا هستخدم 220 اوم، هزودها شويه، لما ازودها سنه الباور هتقل، هتبقى مور سيفر يعني خلاص. وبالتالي انا هحط الار 2 والار 4 هحطهم ب 220 اوم، هحطهم ب 220 اوم، يبقى انا كده الطرفين زي بعض خلاص، وحطيت فيهم ستاندرد ريزيستنس، لان انا يعني مش لازم اقعد اغير كل الريزيستنس واخليها فاريبل، يكفيني قوي ان انا يعني احط واحده بس هي اللي فاريبل خلاص. طيب وبالتالي الار 2 والار 4 هيبقوا 220 اوم على حسب الشكل دوت، اما الار 3 والار 1 هتساوي الار تي دي مينيمم اللي هو 141 اوم، وبالتالي 141 اوم ده الايه الريزيستنس المقبوله خلاص، الريزيستنس المقبوله بحيث ان هي عند المينيمم ريزيستنس اللي هي 141 اللي هي عند 50 درجه مئويه، المفروض كده بالمنظر ده البريدج طلع لي زيرو، البريدج كده طلع لي زيرو. وبالتالي لو انا جيت عوضت بقى في البريدج بال 50 درجه الحراره 50 هتديني زيرو فولت، لو حطيت ال 80 هتديني 0.1447 فولت، لو حطيت ال 100 هتديني 0.2338 فولت. يبقى انا كده عوضت بالثلاثه ريزيستنس بعد ما خلاص استكملت البريدج. هحتاج بقى اعرف ايه الاوتبوت بتاع البريدج هيبقى كام عند الثلاثه ريزيستنس دول.
طبعا منهم اثنين هديزاين عليهم الجزء بتاع الميجرمنت، وواحده هشتغل فيها بالايه في الالارم سيركت. لاحظ هنا اهوت، انا هنا في الدايره ديت انا كل انا هنا عندي تولرنس، يعني انا عايز بس اراجع تاني النقطه دي. انا عندي هنا تولرنس مقداره 1 درجه مئويه، يعني مسموح بنسبه خطا مقدارها 1 درجه مئويه. خلاص مسموح بنسبه خطا مقدارها 1 درجه مئويه، وبالتالي انا مش عايز اصحح الواحد درجه مئويه دي، لا ده انا عايز اشتغل وهقبل الغلط اللي بمقداره 1 درجه مئويه مش اكتر من كده. طبعا عشان اقبل 1 درجه مئويه محتاج ان الباور ماكسيمم ما يزيدش عن قيمه معينه. خلاص اقل من كده مقبول، هيحصل غلط بس مقبول. خلي بالكم ده مختلف عن السؤال اللي احنا حليناه يمكن في المحاضره اللي فاتت، اللي احنا فيه كنا بنحاول نمانج السيلف هيتنج وبنحاول نحسب قيمه الاوتبوت فولتج عند ايه، عند الزيرو درجه مئويه عند الصفر. خلاص لاحظنا ان عند الصفر بيحصل سيلف هيتنج، فكان درجه الحراره حتى بتزيد بمقدار 1.8 درجه مئويه، وبيزد عليه عملنا ادجستنج للسيركت بحيث ان هي عند الايه عند الصفر تديني زيرو فولتج. خلاص فده فرق ما بين السؤالين. هناك السؤال الثاني ده انا كنت محتاج ان انا اتعامل مع السيلف هيتنج وادي اوت مظبوط من البريدج حتى مع وجود السيلف هيتنج، لكن السؤال ده مختلف. السؤال هنا انا هنا باكسبت ان السيلف هيتنج هيعمل لي مشكله، بس انا بقول المشكله دي مش عايزها تزيد عن ليفل معين، فانا هاكسبت التولرنس ده، مفيش مشكله ان يقرا لي الصفر على انه واحد، مفيش مشكله. خلاص يبقى خلي بالنا دايما من السؤال المقصود به هنا ايه. انا هنا بقى اكسبتد التولرنس ده اكسبتد بس مش عايز ازيد عنه، لكن في السؤال اللي احنا حليناه قبل كده انا كنت عايز حتى مع وجود السيلف هيتنج اطلع قرايه سليمه، اطلع قرايه سليمه اكونسيدر حتى الزياده في درجه الحراره دي. نيجي بقى هنا البريدج بتاعتي، خلاص عرفت الفولتج رينجز بتاعتها، اقدر بعد كده انترفيسها مع مين؟ مع ديفرنشال امبليفاير. خلاص عشان يحسب الايه الفولتج ديفرنس ويكبره كمان، بس هو هنا مش مكبره، هو هنا معديه زي ما هو. خلاص هو هنا معديه زي ما هو، خلاص مجرد بيحسب الديفرنس ما بين الاثنين عشان خاطر بعد كده ايه. يبقى اذا الاوتبوت هنا هو ده مجرد نفس الاوتبوت اللي طالع عندنا بالظبط، بس ايه يبقى دي الانترفيس سيركت المطلوبه للبريدج، المطلوبه للبريدج. نيجي بعد كده عايزين نحول بقى الفولتج رينج من اللي هو من 0 ل 1.1447، نرجع نحولها للفولتج رينج من 0 ل 2. فمعنى كده ان انا عندي هنا ايه جين، مجرد جين. خلاص لاحظ ان وجود الصفر فادني، لان الصفر ده خلاني ما عنديش بايس، يعني مش محتاج اعمل بايسنج سيركت، انا محتاج بس اعمل جين سيركت فقط لا غير. خلاص انا محتاج اكبر الفولت مقدار 13.8، فممكن نستخدم ساعتها هنا وات ايه نون انفرتنج امبليفاير يساعدني في عمليه الايه التكبير ده. كده خلاص خلصت عمليه التكبير وبقى عندي الفولت طالع من 0 ل 2. اشوف بقى ال 100 درجه مئويه بتعمل ايه. ال 100 درجه مئويه لما اجي اعوض عليها انا عندي الجين هنا مقداره 13.8، وبالتالي اضربه في الفولت اللي طالع في 13.8 هيديني ده الفولت اللي هشغل بيه مين؟ الالارم بتاعي. وبالتالي هحط الكلام ده على كومباريتور عادي، هو هنا ما قاليش هوستريس كومباريتور، هو قال لي ان عند 100 درجه مئويه شغل الالارم. خلاص فانا هستخدم كومباريتور عادي، ادي له الفولتج ريفرنس ده واللي هو 3.323 بحيث ان يشغل لي دايره الالارم دي. ممكن احط هنا زي ما قلنا بافر، وبرده نخلي بالكم ان هنا في بافر، يعني ان احنا عارفين ان الديفرنشال امبليفاير بيبقى الانبوت بتاعه في بافرز، اللي هو اللي كنا خدناه اللي هو اسمه الانسترومنتيشن ديفرنشال امبليفاير، لازم يكون في الانبوت بتاعه بافر عشان يايزوليت السيركت دي عن السيركت اللي قبلها. اوكي؟ طب حد عنده اي سؤال؟ في حد عنده اي اسئله هنا يا جماعه؟ قبل ما نخش المحاضره الجديده والاخيره. طيب Mm-hmm.
شابتر 5 في الكتاب واللي بعده واللي بعده واللي بعده كلهم بيتكلموا على انواع مختلفه من السنسورز. شابتر 5 بيتكلم عن ميكانيكال سنسورز، اللي عايز يقرا اكتر يقرا في شابتر 6 عن الاوبتيكال سنسورز وخلافه. الشباتر اللي جايه بدا من الميكانيكال وطالع مختلف عن الشباتر الاواميه، يمكن المسائل عليها بتبقى تطبيق مباشر على السنسور، بس ما بيهمنيش هنا غير ان انا اتعرف على اكبر عدد من السنسور. الهدف من الشابتر ده مش ان انا ادرس سنسورز ان ديبث، يعني مش ان انا اخش في الديبث بتاعت السنسور زي ما عملنا كده في الترمستور، كنا بنحاول انتجريتها في دوائر سيجنال كونديشننج ودوائر سنسورز ودوائر انترفيسنج عشان احطها في منظومه اكبر، يعني ده الشابتر اللي فات اللي هو شابتر الثيرمال سنسورز. لا، هنا بدءا من الشابتر دوت احنا ايه مجرد هنلف لفه سريعه كده على كل على عدد كبير من الميكانيكال سنسور بغرض ان انا اعمل سيرفي على انواع الميكانيكال سنسور. هل انا هقدر اكفر كل السنسور؟ مستحيل خلاص، ولا انت هتعرف تكفر كل السنسور، لان ده على حسب الاستخدام ومجال شغلك بعد كده. فانت يعني حسب انت داخل في بروجكت شكله ايه، في شغل شكله ايه، فساعتها انت مضطر تتعامل مع سنسورز ثانيه، ولازم تبقى متعرف عليها وفاهمها وفاهم الكاركترستيك بتاعتها عشان تقدر تتعامل معاها. المعيار دايما لازم تبقى عارف الكاركترستيك بتاعت السنسور ايه، فاهمها كويس قوي، ومعاها باك جراوند بسيطه عن طريق عمل السنسور. يعني مش هينفع تشتغل معايا سنسور غير ما يكون معاك الحاجتين دول، باك جراوند بسيطه عن طريقه عمل السنسور، لازم تبقى عارف هو بيشتغل ليه وازاي وازاي بقى صح وازاي بقى غلط. خلاص، فالكلام ده مش هيجي غير من تكون فاهم الثيري بتاعته. خلاص، الحاجه الثانيه ان انت تبقى فاهم الكاركترستيك، عارف الكيرفات بتاعته شكلها ايه عشان تقدر تديزاين الدايره بتاعتك وتطلع الاوتبوت المناسب. خلاص، فدي نقطتين لازم تكون فاهمهم. ثيري مهمه لان دي هتفيدك حتى في انتقاء السنسور، لو انت عندك كذا نوع بيعمل نفس الحاجه مين هتستخدمه. يعني احنا شفنا في التمبريتشر ان عندي ثلاث انواع من السنسور، عندي الثيرموكابل وعندي الثيرمستر وعندي الارت دي، غير الحاجات الثانيه اللي كانت موجوده برضه. خلاص، كل واحد منهم ليه استخدام مختلف عن الثاني، ليه رينجات مختلفه عن الثاني، ليه اوبريتنج اوبريشن انفايرمنت مختلفه عن الثاني. الكلام ده مش هينفع تعرفه الا لو انت فاهم فكره العمل بتاعته، فكره العمل بتاعته في نفس الوقت، حتى تركيبه نفسه، يعني التركيب بتاع السنسور بيختلف من واحد للتاني، ازاي هيتركب وازاي هيبقى موجود في السيستم بتاعك وازاي تستخدمه، مش هينفع تعرفه الا لما تكون فاهم فكره عمل. فكره العمل تتطلب شويه حاجات معرفه بسيطه قوي بالكاركترستيك. يمكن احنا درسنا في الارت دي كنا فاهمين الكترونكس، فاحنا الى حد ما فاهمين الكاركترستيك جايه منين. فاهمين ان لما الحراره بتزيد الممانعه بتزيد فيبدا يحصل ريزيستنس، وفي حاله الثيرموكابل سوري السيمي كوندكتور الكاركترستيك دي تبقى معكوسه بسبب الخواص بتاعها المواد السيمي كوندكتور. وعرفنا كمان خاصيه اللي موجوده في الثيرموكابل ان انا لما اكون، ودي حاجه برضه درستوها في الفيزيكس، ان انا لما اكون معرض مادتين لدرجتين حراره يبدا يتولد بينهم مجال مغناطيسي مجال كهربي يولد طاقه كهربائيه اقدر استخدمها في عمليه الميجرمنت. دي كلها حاجات جايه من الباك جراوند اللي انت درستها واللي تاهلك لفهم طريقه عمل السنسور. تعال بقى نمسك الميكانيكال سنسور، وقلنا تاني ان انا في الشابتر ده انا هحاول قدر الامكان ان اكفر اكبر عدد من السنسورز بغرض المعرفه، ان يبقى عندي معرفه عامه بانواع السنسورز، لكن مش هنخش ان ديبث بقى ونوصلها في دوائر سيجنال كونديشننج وانترفيسنج وخلافه. اوكي؟ نتعرف على الانواع دي من السنسور على قد ما نقدر النهارده ان شاء الله. اللي مش هنوصله مش هناخده يعني، خلاص يعني احنا على اخر المحاضره ان شاء الله هكون عملت كفرنج لعدد كبير منهم. خلاص، لو عملت سكيب لواحد منهم ولا حاجه فده مش علينا، لكن يستحسن تقروا عنه لان دي معلومات عامه مفيده. الديسبليسمنت سنسور اللي هي المفروض بتستخدم في ايه؟ في قياس المسافه الازاحه. خلاص، انا عايز احول الازاحه ديت الى فولتج، فالازاحه ديت عشان تقيسها محتاج سنسور. فاكرين يا جماعه اول سيستم تعاملنا معاه كان عباره عن ايه؟ كان السيستم اللي هو ايه؟ التانك سيستم بقيس المستوى بتاع التانك في الميه، او ده الى حد ما ممكن يستخدم لو انا استخدمت عوامه والعوامه ديت بتطلع وتنزل، فبالتالي بقى في ازاحه اقدر احول الازاحه ديت لايه؟
الى ريزيستنس مثلا، واقدر اقيس قيمه الارتفاع بتاعت الميه في التانك. طيب عندنا ثلاث انواع من السنسورز، في عندي بوتنشيومتر والكاباستيف اندكتيف والفاريبل ريلكتنس سنسور، الثلاث انواع دول وكل واحد ليه استخدام، كل واحد ليه استخدام وليه اهميه. النوع الاول البوتنشيومتر ده يعني فكره عمله سهله جدا، مجرد عباره عن ريزيستنس طويله زي ما انتم شايفين، او في زي عندي شافت بيتحرك يمين وشمال اهو، خلاص الحركه الخطيه ديت بتخليني ما باخدش كل الايه ريزيستنس، باخد جزء منها، وبالتالي قيمه الريزيستنس بتزيد وتقل مع الازاحه الافقيه. وفي منه نوع ثاني بيبقى عباره عن زي ديسك كده، ديسك كده وفي مؤشر في النص، خلاص يعني في مؤشر في النص كده، بحيث ان انا ادي طرف اهو وادي طرف ثاني اهو بتاع المؤشر، ممكن ابقى واقف هنا او ممكن هنا او هنا او هنا، خلاص على حسب المؤشر بتاعي فين، على حسب طول الايه الريزيستنس بتاعتي، يا اما اخدها الحته دي من دي كلها او بدءا من هنا وطالع او هنا وطالع وهكذا. فبالتالي الديسك ده بيقيس الحركه الدائريه مش الحركه الخطيه. الاثنين معادلتهم بسيطه قوي، اللي هي الار دي والهنا، سواء دي الاكس على ال في الار، يعني حيث الاكس ده الازاحه الافقيه اللي هو معموله على الطول الكلي في الريزيستنس، وهنا دي الثيتا اللي عاملها السنسور على ال 2 باي في الار. يبقى ايضا انا بستخدم الايه السنسور الدائري او السنسور الخطي، الاثنين بيحددوا لي الازاحه اللي حصلت سواء دائريه او خطيه. هنا يعني ده اسباب بسيط قوي للقانون بتاع الازاحه الخطيه، لان ده عباره عن لفات، السنسور ده عباره عن كوينز، الكوين ده كل واحده منهم بدلتا ار، خلاص ليها دلتا ار، وبالتالي اقدر اقول ان الار دي عباره عن اكس على ال في ار، اللي هي عباره عن ايه ان في دلتا اكس، خلاص وده ان كابيتال في دلتا اكس، خلاص ان في دلتا اكس هنا اهوت المقصود بيها هنا هي عدد اللفات اللي انا واصل لغايه عندها، سي مثلا واصل هنا فدي ان سمول، دول عدد اللفات، ودي ان كابيتال اللي هم كلهم على بعض، خلاص. طيب كل واحد منهم عباره عن ايه؟ عباره عن لفه في ازاحه، يعني المسافه عباره عن ايه؟ اكس، خلاص عباره عن عدد اللفات مضروبه في الازاحه او المسافه البينيه ما بين الايه؟ السلكه والسلكه، خلاص. وبالتالي اقدر اقول ان الار دي اهوت عباره عن ايه؟ عباره عن ان على ان في ار، بدل ما تكون عباره عن مسافه على مسافه ممكن اعتبرها عدد على عدد. بس هو طبعا الاكثر استخداما ان انا اقيسها كمسافه، اقيسها كمسافه، خلاص. ده تيبيكال سيركت او تيبيكال سيجنال كونديشننج سيركت اقدر استخدمها عشان، او سنسور سيركت. هو هنا حاطط السنسور هنا زي ما انتم شايفين اهو في الفيدباك بتاع الاوبريشن امبليفاير اللي بيكبر، اللي داخل له كونستنت انبوت بضرب 5.1 فولت، خلاص. هو هنا بيستخدم الزينر دايود دوت ليه؟ عشان يضمن ان انا عندي الانبوت فولتج بالنيجاتيف وفي نفس الوقت مقداره ثابت ناقص 5.1، يبقى انا كده ايه بجارانتي القيمه دي، يبقى انا مش محتاج بافر يعني ببساطه عشان خاطر ان انا اضمن ان الناقص 5.1 دول مش هيتغير، يبقى ده السبب بتاع استخدام الزينر. انا افكار كتير بس دي فكره من الافكار، يعني ان انا استخدم زينر دايود في ريفرس مود، وبالتالي اقدر اجارنتي ان الانبوت فولتج بيبقى بالنيجاتيف وفي نفس الوقت قيمته ثابته عند 5.1 فولت. السنسور هنا هو موجود في الفيدباك، وبالتالي قيمه السنسور بتتغير مع بتغير قيمه الاوت فولتج لينيري، لان هنا ايه انتوا عارفين الفي اوت هنا بتساوي ايه؟ بتساوي ماينس سوري ماينس ار اف على ار. الار اف هنا دي اللي هي بتاعت السنسور، والار اللي هي ال 510 اوم، خلاص. في الفي انبوت اللي هو هنا ده ثابت، الفي انبوت اللي هو ايه ماينس 5.1، وبالتالي النيجاتيف هتروح ويبقى قيمه السنسور بتاعتي دايما بتاثر في الاوت فولتج لينير مباشره. حد عنده سؤال هنا؟ حد عنده اي سؤال؟ تمام يا دكتور. دكتور هو احنا في مسائل السيجنال كونديشننج اللي فاتت ينفع نستخدم الزينر دايود عادي ما نستخدمش فولتج ديفايدر؟ ممكن ممكن، يعني هي خلي بالك دي السكيلز بتاعتك اللي اتعلمتها من ماده الالكترونكس، انت استعرض مهاراتك هنا، يعني ما انت بتطبق براكتيكال سيستم. فانا عمال اقول لك افكار، ودي كلها افكار اللي عاملها الناس بتوع الالكترونكس، يعني عندهم نستخدم الزينر داير عشان نثبت الفولت، ممكن نستخدم الفولتج ديفايدر وراء البفر عادي، استخدم بريدج، استخدم وات ايفر الحاجه المناسبه، بس اهم حاجه تكون جاستيفايد،
يعني اهم حاجه تكون ايه؟ justified. يعني ما تعملش حاجه بلا معنى، لازم تكون بتعملها لان انت متاكد ان هي شغاله صح. ممكن يبقى في زميل ليك عامل حل طويل وانت عامل حل قصير او العكس، ده مقبول وده مقبول، ده مقبول وده مقبول. انا هنا مش هحاسبك على مدى كبر الحل بتاعك، انا بحاسبك على ايه؟ على اذا كان في خطا ولا مش خطا. ما ممكن تحط ديزاين غلط اصلا، يعني ممكن تحط دايره شغاله بطريقه غلط، ده اللي مش مقبول. لكن ممكن تستخدم 50 دايره، في اولترناتيفز كتيره قوي بتعمل المطلوب، كل دول صح. اوكي، كل دول بالنسبه لي صح. اوكي، النوع الثاني من السنسورز الكاباسيتيف سنسور. الكاباسيتيف سنسور برضه فكره عمله، احنا دايما بنحب نبص على فكره العمل، اما هي معتمده على ان الكاباسيتنس اللي هي التو بليتس دول يتولد عليهم كاباسيتنس، بيتحط عليهم بيحتجزوا شحنه. يعني الكاباسيتنس دي قيمتها مرتبطه بايه؟ بحاجتين، يا اما بالاريا المتصله او المتقابله او الديستنس ما بين التو بليت. الديستنس ما بين التو بليت، يبقى اذا دلوقتي انا ممكن اغير قيمه الكاباسيتنس عن طريق الديستنس، يبقى انا كده بقيس الديستنس اهو، اه عن طريق الاريا برضو، عن طريق ان بعمل ازاحه مقدارها اهو، بعمل الدلتا اكس في الاتجاه ده، يعني بعمل الازاحه بتاعتي في الاتجاه ده او في الاتجاه ده. انه احسن استخدم الديستنس او استخدم الاريا؟ الافضل دايما الاريا، خلاص الافضل دايما الاريا لكذا سبب. حد يقدر يقول لي سبب منهم او السبب الظاهر على الاقل قدامنا؟ يعني لينير، انا لينير، لان الاريا لينير، يعني لما بزود الاريا ما بتزيد معايا الايه؟ قيمه الكاباسيتنس. السبب الثاني ان الديستنس يا جماعه ما بين التو بليتس تبقى صغيره قوي اصلا، صغيره جدا جدا، ايوه. والكاركترستيك اللي هي قدامنا دي اصلا دي يعني ابروكسيميتد، يعني ما حدش قال ان هي دي الفاينل كاركترستيك، ده دي ابروكسيميتد كاركترستيك. خلاص، يعني معناها ايه؟ معناها لما الازاحه تبقى كبيره شويه، سوري، يعني يكون مسافه كبيره جوه شويه ما بين التو بليتس، ما حدش قال ان الكاركترستيك دي تبقى فاليد اصلا. يعني هي ده كل ده في وذن ازاحه صغننه قوي او مسافه صغيره ما بين التو بليتس. مش هينفع اجيب اتنين بليتس متر مثلا، مسافه منهم متر، واقول مثلا ان القاعده دي ده هي نفسها شغاله، يعني اي داوت ان ده الكلام ده صحيح. طيب عشان كده هنبني شغلنا كله في الكاباسيتيف سنسور على الايه؟ على الفرق في الاريا، مش الفرق في الازاحه او المسافه. فالناس فكرت قالت لك ما فيش احلى من المنظر دوت، يعني انا اجبت الصوانتين دول داخلين في بعض، طالما داخلين في بعض يبقى اذا في كومن اريا ما بينهم، اللي هي الاريا بقى اللي موجوده هنا اللي عباره عن الايه؟ الاتش دي الازاحه، الاتش دي الازاحه، الاريا اللي عباره عن الاتش مضروبه فين؟ في المحيط، محيط الدايره. يبقى انا كده حسبت ايه؟ حسبت الايه؟ الكومن اريا. كل ما الاتش تزيد كل ما الاريا تزيد، كل ما الاتش تقل كل ما الاريا تقل، وبالتالي بقى عندي كده ايه؟ مسافه كبيره، مساحه كبيره، المساحه دي ببساطه اقدر استغلها في تحويل في تصنيع الكاباسيتيف سنسور بتاعي ده. هنا اكزامبل اهو، مديك البارامتر بتاع السنسور الكي والدي، الدي دي ثابته طبعا، الكي دي ثابته، ده كونستنت، الار ده الراديوس بتاع الاسطوانه هيبقى ثابت طبعا، الاتش قال لك من 1 ل 2 سم، دي الازاحه اللي ممكن تحصل او اللي هو عايز يشوف الفاريشن فيها. يعني هعوض تعويض مباشر مره بقى بالواحد ومره بالاثنين، الاقي ان قيمه الكاباسيتنس تضاعفت زي ما انتم شايفين اهو، كانت هنا 34 وهنا 69، كانت هنا 34 وهنا 69. اوكي، طيب احنا زي ما انتم شايفين الاتش هنا داخله اهي، الاتش اهي، علاقه خطية طردية، فبالتالي مجرد ما بتضاعف الاتش بيتضاعف معايا قيمة الكاباسيتنس. طيب النوع الثالث اللي هو اسمه اندكتيف سنسور. الاندكتيف سنسور بيعتمد على وجود كويل وفي ازاحة برضه، بنجيبها منين؟ الكويل اللي في النص او الكور بتاعي اللي هو الكور الحديد اللي بيعدي في وسط الكويل دوت، خلاص، لما بيكون بيعمل حركة جوه الكويل، اولا عن طريقه اقدر ان اعمل ترانسفير للانرجي من كويل الى كويل، وده اللي ظاهر في الشكل اللي قدامنا ده. ادي عندي هنا ايه؟ ادي كويل اهو، ده بيسموه البرايمري كويل، ده اللي هو المصدر بتاع الطاقه، ودول السكندري كويل اللي هيتلقوا الطاقه عن طريق الايه؟ الكور الحديد دوت، الايرن كور اللي موجود في النص ده. الايرن كور اللي في النص دوت يا اما ينقل الطاقه للكويل ده
يا اما ينقلوا الكويل ده، وبما ان هم ملفوفين بشكل عكسي فبالتالي الطاقه هتت ايه يعني بتتنقل على الطرف ده خلاص، بيديني فرق الايه الانرجي ما بين الطرفين، ما بين الطرفين خلاص. يبقى انا هنا لما بحط الاذاعه هنا بنقل الطاقه هنا بالكامل فيديني اشاره مثلا بالموجب، وهنا لما بتتنقل بالكامل بيديني اشاره بالسالب. طبعا هو ما تبقاش اشاره، بتبقى فيز شيفت، بتبقى فيز شيفت لان انا هنا بدخل اي سي سيجنال، بدخل اي سي سيجنال خلاص. فالفرق دايما بيبقى في الفيز شيفت ده بيؤدي في الاخر، وطبعا في قيمه السيجنال يعني في الفيز شيفت وفي قيمه السيجنال، لان طبعا لما يكون الكور في النص فبيبقى قيمه الفولت هنا وقيمه الطاقه اللي منقوله هنا تبقى قليله قوي، لما يكون الكور بتاعي منقول الحته ديت يبقى الطاقه بالكامل جايه هنا، لما بيكون الكور بتاعي منقول في الحته دي فبالتالي الانرجي بالكامل هتبقى موجوده هنا. تفاصيل الفكره مش مهمه بالنسبه لنا، لكن اللي اقدر اقول لك عليه في الاخر خالص ان انا بقدر احول الكلام ده كله لدي سي فولتج، دي سي فولتج طالع من ال ام دي ده بعد طبعا ما اعمل له ترانسفورميشن وريكتيفيكيشن خلاص، اقدر احول الكلام ده لدي سي فولتج بيمر بالصفر زي ما انتم شايفين اهو خلاص، وقيمته بتزيد بالبوزيتيف والنيجاتيف على حسب نوع الاذاعه خلاص. فده شكل ده يعني اكزاكت سيركت لل ال في دي تي، لو احنا بلاحظنا كده ده البرايمري كويل وده السكندري كويل الاولاني والثاني، وادي دي دايره ايه بيسموها ايه دايره ايه يا جماعه دي اكيد درستوها، دي دايره ايه دي فول ويف تقريبا ايوه ريكتيفيكيشن اللي هي بتريكتيفاي السيجنال وبتحولها من اي سي لدي سي، فبالتالي طلع الفولت اللي طالع هنا ده فولت اهو، فولت كده عباره عن خط لينير كده طبعا هو بيساتوريت بعد شويه، بس هنا ايه دي الاذاعه دي الديستانس وده الفولت اللي طالع الفي اوت اللي طالع. يبقى انا هحصل على ال الاوتبوت فولتج دوت اللينير مع الاذاعه بسبب ال ال في تي. طب هتلاحظوا ان ال في تي معقد يعني معقد قوي يعني كومبيرد بالكباستيف وكومبيرد كمان بالايه الريزيستنس، يمكن ابسطهم الريزيستنس يعني مفيش اي الريزيستنس سهله جدا وفكره عملها بسيطه وتركيبها بسيط وكل حاجه فيها بسيطه. اما الاخ اللي اسمه ال في تي ده كويل بقى واي سي سيجنال وريكتيفيكيشن وقصه. طب ليه يعني ايه اللي يخليني اروح لل في تي؟ حد شايف في ميزه؟ او حد يقدر يميز لي ما بين الثلاثه؟ انا شايف صراحه السلايدز بتقلب لوحده ليه؟ يعني مش عارف بس ما علينا. حد شايف اي ميزه للثلاثه دول؟ يعني ايه اللي بيميز الكباسيتف عن الديسبليسمنت؟ ايه العيب هنا والميزه هنا؟ حد يقدر يقارنني ما بين الثلاثه؟ اللي انا اعرفه ان الكباسيتف ممكن نستخدمه في الراديو علشان الدايره بتاعت الاستقبال. طيب انا مش بتكلم عليه كاستخداماته في الالكترونكس، بتكلم عليه استخداماته كميجرمنت للديستنس. انا بقيسه بستخدمه في القياس الديستنس. ايه اللي بيميز الكباسيتف عن الريزيستنس عن وايه اللي بيميز الاندكتيف عن الريزيستنس وايه اللي بيميز الاندكتيف عن الكباسيتف مثلا؟ يعني هل حد فيكم شايف حاجه مميزه في واحد فيهم؟ ممكن عشان الكباستيف بنستخدم قانون واحد اللي هو عشان لينير يعني الديسبليسمنت بنستخدم كذا قانون. يعني مش في صوت القوانين يعني مش جاي من صوت القوانين، هي حاجه يعني واضحه زي ممكن على حسب الطول اللي شمس في الاستخدام يعني احنا بنقيس على حسب الطول اللي انا هستخدمه اللي انا عايز اقيسه. ممكن يعني لا شك ان ايه بس انت محدش هنا يعني اللي انا شايفه هنا ان ال هل انتوا شايفين بالنسبة للطول مين فيهم capable انه يقيس طول اكتر؟ اول نوع. اول نوع يعني هو يعني كلام محترم يعني انه ممكن يقيس اطول ممكن اقيس فيه طول كبير فعلا. تانيين وتالت محتاجين سيت اب جامد قوي عشان اقيس طول، وان كان يعني الماسورة اللي هي ديت الشافت ده انا ممكن اعمل ماسورة طويلة يعني احطه من الاثنين في بعضه وهقيس برضه طول كبير يعني مش هتقول لا يعني. يمكن الثالثه دي صعبه شويه ان انا اعمل اطوال كبيره صعبه يعني موضوع بس الفويل. ممكن نستخدم الاندكتيف ديت في المكن مثلا في المصانع وكده بحيث ان احنا نعرف مكان جزء معين من المكنه مثلا. وفي يا جماعه ميزه خطيره جدا في ال LVDT، الميزه دي بتخليها هو الاحسن
لو انا ببص على الدقه الاحسن، لو انا ببص على الدقه حد فيكم لاقط ليه هو احسن؟ سبب بسيط جدا، ان ال LVDT ما فيهوش فريكشن، ما فيهوش ايه فريكشن، يعني معناها الكوين اللي بيتحرك في النص ده ممكن يكون اللي حواليه هواء، وبالتالي انا ما فيش اي نوع من انواع الممانعه للحركه اللي انا بقيسها. ما انت خلي بالك انت بتقيس حركه، بتقيس ازاحه، فلو الميجرمنت اليمنت اللي انت بتستخدمه بيسبب ممانعه فدي مشكله في حد ذاتها، صح ولا لا؟ يعني لو استخدمت إزاي. يعني لو انا استخدمت هنا الايه الريزيستنس ديت، هو دي اصلا مش في احتكاك، هو انا ازاي يعني هقرا من قيمه الريزيستنس ازاي هكمل الدائره من غير ما يكون في احتكاك؟ وبالتالي لو انا بعمل حاجه بتتحرك والحاجه بتتحرك دي ضعيفه جدا 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 جدا، مع الضعف الشديد دوت هحط لها انا سنسور بيمانع الحركه بتاعتها كمان ويقلل في القدره بتاعتها على الحركه. طب مين انسب حاجه ما فيهاش اصلا ممانعه للحركه خالص؟ اتحرك براحتك وانا هقيس برضو المسافه الديفايس ده. طب يا دكتور، مش هو هيبقى فيه هيستريسيس بسبب الماجنتيك فيلدز والموتور اندكتنس؟ هيستريسيس ولا شك طبعا هنا ايه يعني الترانسفورميشن هنا السيستم معقد هنا، بس يعني في الاخر خالص تقدر تعمل وات ايفر بقى السوليوشن اللي انت حاطه في السنسور اللي تقدر فيه تريكتيفاي وتظبط الاوتبوت وتحافظ على اللينياريتي في رينج معين وهكذا، تقدر تعمل الكلام ده كله. هي دايره معقده، انا ما بقولش ان هي دايره سليمه سهله، انا بقول يا جماعه رغم التعقيد دوت الراجل ده الديفايس ده هو الاكثر استخداما. ليه هو الاكثر استخداما؟ لان هو ما بيعوقش الحركه خالص، وده جزء يمكن اهم من اي حاجه. تخيل انا دلوقتي يعني لما اجي اقيس حاجه ابوظ الحركه، يعني تخيل انا نفسي اقيس مثلا حركه ديفايس مثلا والديفايس ده في مكنه او في ديفايس والحركه دي دقيقه جدا وضعيفه جدا والباور بتاعتها ضعيفه قوي، انا عايز اقيس الحركه من غير ما اثر على الحركه، ايه الحل؟ ما عنديش حل غير الديفايس ده، يعني ده هيسمح لي في الاخر ان انا اقيس الازاحه من غير ما اثر على طبيعه الحركه، من غير ما يبقى فيه في الاخر افكت، مفيش فريكشن. طبعا الكباستيف احسن سنه، ليه؟ لان الكباستيف في من في النص هنا ماده داي الكتريك، ممكن يبقى زيت ببساطه شحن، فبالتالي انا هقدر برضو اعمل حركه والممانعه هقدر اقللها الى قدر كبير. مش هخليها زيرو زي في حاله ال في دي تي، لا ده انا هخليها الى درجه كبيره جدا مفيش ممانعه، لكن ديفايس زي دوت مستحيل ان انا يعني احط اي حاجه في النص، لان انا لو حطيت حاجه في النص ما مش هيحصل كونكشن، صح ولا لا؟ هو اصلا الميجرمنت هنا معتمد على الاحتكاك. طب يبقى اذا لما اجي اوظف اي واحد من دول انا عارف ان الموضوع بتاع الاحتكاك دوت مهم جدا. حاجه زي البوتنشيومتر دوت لما يكون الحركه الباور بتاعتي عالي او التورك عالي قوي، في عزم جامد، مش بالنسبه لي السنسور ده مش هيفرق معايا خالص، يعني مش هيكون ليه تاثير اطلاقا على الحركه بتاعتي، ساعتها بستخدم البوتنشيومتر سنسور. لكن لما تكون الحركه ضعيفه والباور بتاعتها اضعف ساعتها بستخدم ال في دي تي. وفي النص لو انا عايز حاجه في النص ما بين الاثنين دول، ما هي لا هي معقده زي ال في دي تي خلاص، ولا هي بسيطه قوي فيها فريكشن زي الريزيستنس، بستخدم الكباستر. اوكي، فانا عندي الثلاث اختيارات بختار المناسب منهم للاستخدام. دكتور اتفضل. هو ما فيش اوبوزنج فريكشن، لكن هو مش ده هيعمل في اوبوزنج ماجنتيك فيلد؟ ايوه الماجنتيك فيلد ده مش هيعمل حاجه، يعني مش هيعمل حاجه، مش هيعوق الحركه خلاص، يعني بناء على معلوماتي ان ده مش هيعوق الحركه خلاص، هو هيتولد ماجنتيك فيلد لكن مش معناه ان هو ماجنتيك هيصد، يعني هيوقف. دي ارجع بقى للفيزيكس بتاعتها هتعرف ان هي اكيد مش هتعوق، لان الديفايس ده مشهور جدا خلاص وبيستخدمه بكثره، ما اظنش ان دي ان الفكره اللي في دماغي دي موجوده اصلا خلاص. طيب دكتور اتفضل. طب ما هو الاندكتيف
الكورب، الكورب بيدخل في الكويل وما فيش فريكشن برضو. اندكتيف ايه؟ اندكتيف سنسور. ما احنا بنقول ما فيش فريكشن. تمام، يعني كده ال في دي تي وال هو يعني الاندكتيف هو هو ال في دي تي. ده الاسم الصناعي بتاعه. تمام ماشي. خلاص، اللي هو اسمه ايه؟ اختصار لينير فاريبل ديفرنشال ترانسفورمر. الترانسفورمر مبني على ايه؟ فكره الاندكشن. تمام صح. كويل يعني. طيب النوع الثاني من السنسور. دكتور معلش ممكن بس، ايوه الاسطواني بتاع الكاباستنس مش عارف بس دي فين في الرسمه؟ معلش عارف ايه اللي هي المسافه ما بين الاثنين اسطوانتين دول؟ ما هما لازقين في بعض. هي الاتش؟ لا يا حبيبي، لا، المسافه ما بين الاسطوانه دي اللي هي الثيكنس الصغنن ما بين الاثنين. انت عندك اسطوانتين داخلين في بعض، بس اكيد في شيلد في النص، ان ما ينفعش يلزقوا في بعض. لو لزقوا في بعض يبقى كده حصل توصيل، يبقى كده ما بقاش كباستنس. ايوه تمام. لازم يبقى يكون في ماده داي الكتريك، ماده غير موصله للكهرباء، موجوده في النص. خلاص، ساعات بيستخدموا شريحه من ال يا رب اسمها ايه يا ربي، شريحه كده من الماده كده عامله زي البلاستيك او ماده زي الورق، بتبقى متغطسه بزيت، ها، بتتحط في النص بحيث ان انا اضمن ان مفيش اتصال كهربائي ما بينهم. ده هيولد كباستنس كده، الشحنات هتبقى موجوده على اليمين والشمال، مش عارفين يوصلوا لبعض. ما هو ده الكباستنس، دي فكره الكباستنس. انما ونبر توصلوا لبعض، الشحنات هتتنقل من هنا لهنا، ما بقاش في كباستنس، لا بقى في توصيل. صح؟ صح. هديكم راحه 10 دقايق بالكتير قوي، 10 دقايق، 10 و10 ان شاء الله. احنا بالظبط الساعه 10 اهو، عشان برضو نقدر نكمل الجزء الباقي. اوكي، ف 10 و10 ان شاء الله نتقابل باذن الله. احنا ممكن نخلص على 11 ونص كده باذن الله. انا بغض النظر 11 ونص، حتى لو ما خلصتش الجزء اللي باقي ده مش عليكم. اوكي ماشي. هو كده كده ما عندناش مسائل في اخر الشابتر، فدي ميزه في الشابتر ده. احنا هنا شابتر معلومات عامه، بنتعرف على اكتر عدد من السنسورز. اوكي، بس اللي هناخده هيبقى معانا في الامتحان خلاص، لكن مفيش عندنا اسئله اللي هي ديزاين بروبلمز هنا خالص. شكرا. يعني 10 دقايق واجي لكم ان شاء الله.
شايفين يا شباب السيشن؟ شايفين يا دكتور. تمام. شوفنا كده الميكانيكال سنسور الاولاني اللي هو الديسبيسمنت سنسور. تاني حاجه الليفل سنسور. الليفل سنسور فكرته بسيطه جدا، هو هنا بيوضح يعني استخدام الكاباستيف سنسور اللي احنا شايفين هنا. ده كاباستنس المايه هنا او السائل موجود في النص ما بين التوب ليتس دول. لاحظوا ان اللي بيغير هنا ايه؟ اللي بيتغير هنا ايه؟ ايه اللي بيتغير هنا؟ الاريا المفروض. لا مش الاريا، الداي الكتريك نفسه. الداي الكتريك نفسه اللي موجود، الكونستنت بتاع الداي الكتريك بيختلف، لان انت عندك هنا هي الاريا ثابته، يعني هنا في هواء وهنا في ميه او سائل خلاص. فطبعا الاريا اللي في اريا كفرد بالسائل وفي اريا كفرد بالداي الكتريك، طبعا ده بيغير قيمه الكاباستنس، بيغير قيمه الكاباستنس مع ارتفاع الميه وانخفاضها. الطريقه الثانيه استخدام بقى الديسبيسمنت سنسور العادي، ان هو مجرد بس ان انا عندي عوامه، العوامه دي ايذر ان هي بتتحرك راسيا، يعني فلنفرض ان هي كده ورايحه جايه راسيا خلاص، او دائريا، الاثنين موجودين ومستخدمين خلاص. وبالتالي انا اقدر احول الحركه الدائريه والخطيه دي الى ريزيستنس عن طريق الديسبيسمنت سنسور العادي خالص اللي هو باستخدام بوتنشيومتر. يعني هنا ده السؤال ده بسيط قوي، بيوضح فكره الداي الكتريك، ان الداي الكتريك لما يكون كله هواء خلاص، فهو هنا عوض بالداي الكتريك بتاع الهواء، ومره لما يكون كله سوري لا هنا اهو، مره عوض كله هواء ومره عوض بكله ايه كحول ايثيلي. فحسب الفرق في الكاباستنس طلع بالمنظر. طبعا في النص اكيد لا شك وجود الاثنين مع بعض هيبقى في داي الكتريك كونستنت مختلف، لكن احنا مش هنخوض هنا في التفاصيل ديت، لان احنا مش عارفين اصلا الكي بيتحسب ازاي في وجود الاثنين خلاص. لكن احنا اتليست عارفين ان ان ان, إن الكاباستنس قيمتها تتغير مع ارتفاع السائل. يا اما بترجع للايكويشن تكون درايفد من الكاركترستيك بتاعته، يا اما بتستخدم بقى المشاهدات، ان انت مثلا عند ارتفاع معين بتسجل قيمه الكاباستنس انت او قيمه الفولت اللي طالع من السيركت وهكذا. عند كل ارتفاع بتسجل الفولت، يبقى عندك زي جدول او كيرف بيوصف علاقه الايه الفولت اللي طالع من السيركت بتاعتك مع قيمه ارتفاع الميه، وده يمكن اسهل يعني خلاص. فانت مش دايما لازم كل حاجه تبقى عارف الايكويشن بتاعتها، انت عارف ان في تغيير بيحصل، والتغيير دوت هينعكس على ايه؟ على الاوتبوت فولتج الموجود. طبعا فهمك للكاركترستيك لا شك مهم جدا، لان ممكن تبقى العلاقه مش لينير، ممكن تبقى العلاقه مرتبطه بالانفايرمنت او بالظروف، درجه الحراره مثلا، وده ممكن يغير يعمل توليرانس، يعمل مشاكل عندك في الريات خلاص. لكن انا بتكلم على السيستم البسيط قوي، انت مش مهتم فيه بالبعض يعني في عندك هامش توليرانس معقول، يعني مش فارق معاك قوي الفروق البسيطه ديت، ساعتها انت ممكن تستخدم جاست الكاليبريشن العادي، عمليه الكاليبريشن العاديه. الكاليبريشن معناه ايه؟ معناه ان انت بتسجل قيمه الاوتبوت قصاد الانبوت، انت عارف الانبوت وعارف الاوتبوت، بتسجلهم في جدول خلاص. يبقى انت بالتالي كده عملت كاليبريشن للسنسور دوت، وبالتالي الجدول ده هتستخدمه في تصحيح السيستم اللي عندك او في عمليه الميجرمنت الموجوده عندك خلاص. طيب اختلفت طرق ثانيه مختلفه هنا بعيدا عن الموجات الصوتيه، ان هو في ترانسميتر بيبعت وبعدين واحد تاني بيستقبل. الفرق الزمني ده بيريبريزنت المسافه اللي هي ارتفاع الميه عن السطح، او العكس لو انا ببعت الترانسميتر هنا في جزء طبعا بيعدي وفي جزء بيرجع، الجزء اللي بيرجع ده بعمل له هنا ريسيف. الوقت الزمني برضه بيفرق معايا او بحسب عن طريق ارتفاع السائل في التانك دوت. طيب السترين سنسور، السترين سنسور ده سنسور مهم هنبص عليه شويه بالتفصيل شويه. ايه هي عمليه السترين عامه؟ السترين لو انتوا فاكرين كده كان لما كنا بنأثر على ماده بفورس معينه، الماده دي كانت بتستطيل يعني او بتضغط او بيحصل لها ديفورمنج. فاحنا عندنا هنا ثلاث انواع من الستريس، الضغط اللي بيتم على الماده،
الفورس هنا في الاتجاه دوت، فده بيؤدي للاستطاله، وبالتالي الاستريس ده بيؤدي للسترين ماين. السترين هنا مقصود بالاستطاله اللي حصلت في الماده. هنا الكومبريشن، خلاص الكومبريشن اهوت برضو ادى للسترين تاني في اتجاه عكسي. هنا برضو الاستريس هنا جاي شير فورسز عن طريق قوه سطحيه. القوه السطحيه دي هتؤدي لديفورميشن في الماده دي، هتميل يعني الماده دي هتميل. خلاص الديفورميشن برضو ده نوع من انواع الاسترين. خلاص يبقى اذا الاسترين دوت حاجه بتحصل في الماده، ديفورميشن بيحصل في الماده نتيجه ايه؟ تاثير لفورس خارجيه عليها. كتير جدا ببقى محتاج ان انا استخدم اقيس الاسترين دوت، لان عشان خاطر حاجات السلامه، السلامه سلامه المباني مثلا او سلامه المنشات. يعني فور اكزامبل مثلا لو عندي كوبري، الكوبري دوت عليه قضبان راكب مكون قضبان حديد، قضبان حديد دي شايله الكوبري، فانا يهمني قوي اشوف السترين اللي ناتج عن الفورسز الدايناميك او الستاتيك اللي موجوده عليها، خلاص عشان خاطر اشوف امتى الماده دي ممكن تبقى معرضه لاجهاد كبير، ممكن يحصل لها بريك داون وتنهار. في المباني والمنشات المعدنيه قياس السترين ده حاجه مهمه جدا جدا جدا. خلاص وفي كتير جدا من الجوانب الصناعيه برضو بنحتاج السترين، لكن يمكن اكثرها موجود في المنشات، اكثرها اكثر يعني استخدام ليها في المنشات المعدنيه. بنستخدم السترين سنسورز عشان نقيس الديفورميشن اللي حاصل في المنشا المعدني، ونتيجه بقى الاهتزازات نتيجه اللودز نتيجه وات ايفر الزلازل اي حاجه، دي كلها حاجات بتاثر على المنشا المعدني وعلى سلامته. فمين اللي يقدر يقيس لي الكلام ده؟ السترين سنسور. نراجع بسرعه كده القواعد بتاعت الاستريس والسترين. الاستريس اللي هو الفورس على الاريا، خلاص، والسترين اللي هو دلتا ال على ال او دلتا اكس على اكس. لو انا عندي ازاحه اللي هي هنا ده دلتا اكس، اه هنا ده دلتا اكس، وهنا ده دلتا ال على ال ودلتا ال على ال هنا، خلاص سواء بالبوزيتيف او النيجاتيف. في معامل اسمه اليانج مودولس. اليانج مودولس اللي هو عباره عن الايه؟ الاستريس على السترين، خلاص الاستريس على السترين. اللي هو يعني لو عوضنا بقى بمعادلاتهم، اليانج مودولس هنا عباره عن اف على ايه على دلتا ال على ال، او اف على ايه على دلتا اكس على اكس في حاله الايه؟ النوع الثالث. اوكي؟ طيب ازاي انا بقدر اقيس السترين؟ ازاي اقدر اقيس السترين؟ عن طريق الديفورميشن اللي هتحصل، هتؤدي الديفورميشن في الماده. الماده دي الديفورميشن اللي حصل في الماده ده هنقدر نحوله دلوقتي ونثبت ان هو هيؤدي لتغير في الريزيستنس. تغير في الريزيستنس. فالعمليه معقده بس احنا هنبداها الاول نفهم فكره ازاي الريزيستنس بتتغير مع تغير السترين. حصل استطاله، طب الاستطاله دي احنا بنقول بندعي دلوقتي ان هي هتغير في الريزيستنس. فاحنا عندنا قانون الريزيستنس بيقول لك ايه؟ ان الريزيستنس عباره عن رو كونستنت في ال على ايه؟ خلاص؟ ده ببساطه الريزيستنس بتاعت اي ماتيريال مش سيمي كوندكتور، يعني اي ماتيريال عاديه ميتال بيبقى الريزيستنس ممكن نحسبها بالرو في ال على ايه. طب لما يحصل استطاله بمقدار دلتا ال، ساعتها الاريا هتقل بمقدار دلتا اي. اهو الماده دي لما اشدها من جنبين كده اكيد الكروس سكشن بتاعها هيقل شويه، خلاص. يبقى اذا دلوقتي الار الجديده دي، الار الجديده يعني دي الار نوت ودي الار بعد الاستطاله، هتبقى بالمنظر ده. تعالى بقى الفوليوم عندي ثابت، احنا متاكدين ان الفوليوم ثابت، وبالتالي ال ال الاولانيه هتساوي ال 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 بلس دلتا اي الجديده في ال اي ماينس دلتا اي الجديده. يعني الماده قبل الاستطاله حجمها هو بالظبط حجم الماده بعد الاستطاله، خلاص. الفرق بس ان ال زادت والاريا قلت، لكن حاصل ضربهم بيساوي نفس الفوليوم. هستغل العلاقه دي في ان انا ايه؟ اعوض في العلاقه دي عشان ايه؟ يعني ابسط الدنيا شويه، خلاص. فهبدا اعمل عمليه تعويض مباشر بقى من دي في ديت، فهيطلع لي ان الار الجديده هتساوي رو في ال بلس دلتا ال كل تربيع على ال اي، اللي هي لو فكيناها تطلع بالمنظر ده، اللي هي لو اتخلصنا من دلتا ال تربيع على اساس ان ده رقم صغير قوي هيطلع بالمنظر ده، فبنطير الالات مع بعض، وبالتالي اقدر اقول ان الار هتساوي رو في ال على ايه. دي خلي بالك دي اللي هي مين؟ دي اللي هي ايه؟ الاصليه ار نوت، ودي الزياده. يبقى بالتالي دي الزياده اهي، يبقى انا عندي دلتا ار مقدارها اهي، الدلتا ار الزياده الحاصله في الريزيستنس بيساوي 2 في ار نوت دلتا ال على ايه.
خلي بالك ان الكلام ده مرتبط بالايه بالريزستنس العاديه مش السيمي كوندكتور. يعني الموضوع هنا مرتبط بالريزستنس العاديه لان في السيمي كوندكتور الدنيا مختلفه شويه او القواعد بتطلع مختلفه شويه. لكن احنا هنا اثبتنا اتليست ان في تشينج في الريزستنس مع الاستطالة. التشينج ده اكيد مش كبير يعني حاجه صغننه قوي لان لما بتاثر مثلا على معمد معدن حديد او صلب وكده بيبقى يعني دلتا ال على ال كلام بسيط جدا جدا جدا. فيعني لسه في مرحله ثانيه هنعملها قدام عشان نستخدمه از سنسور. طيب هنا اكزامبل بسيط قوي بيقول لك فايند ذا تشينج ان ريزيستنس 120 اوم ريزلت فروم سترين اوف 1000 مايكرومتر لكلمتر. يعني هنا مديك الدلتا ال على ال الدلتا ال على ال مديهولك مباشره. فلما تعوض هيقال لك ان ايه ان ال 120 دي هتزيد بمقدار 0.24 اوم which is very small value بتزيدها الماده مع الاستطاله. رجع تاني قال لك بقى ان الاثنين دي اخدين بالكم الاثنين دي في حاله الميتال بس. يعني لما تيجي تحاول بقى تدرايف القانون في حاله ماده ثانيه زي سيمي كوندكتور ما بيطلعش اثنين بتطلع حاجات ثانيه. فيبقى اذا الاثنين دي بيسموها الايه الجيج فاكتور. الجيج فاكتور هي اثنين وكل حاجه في حاله الميتال اكشوالي بالظبط في حاله الميتال سترين سيستم بتبقى 2 بالظبط بتبقى 2.03. لكن في حاله السيمي كوندكتور بتبقى ناقص 150 يعني بتبقى ناقص في المقاومه وبمقدار كبير كمان حتى السيمي كوندكتور. لكن عيب السيمي كوندكتور ان هي مواد بتتاكل بتدوب بتبوظ يعني ما ينفعش تحطها في منشاه معدنيه كده بتتعرض للشمس ليل نهار مش عشان كده مش مستخدم. السيمي كوندكتور رغم ان الاسترين تاثير الاسترين على الريزستنس عالي قوي الا انها غير مستخدمه في تصميم الاسترين سنسورز بسبب ان هي بتتاكل وبتبوظ بسهوله. يعني محتاجه حمايه قوي جامده قوي عشان خاطر نقدر نستخدمها. طيب عشان كده الميتال ستين سنسور هي دي المستخدمه وده الشكل النهائي بقى بتاعها. خلاص يعني الدراسه البسيطه قوي او شويه الثيري البسيطه قوي اللي درسناها دلوقتي دي انتجت في الاخر ان احنا لازم نصمم السنسور بالمنظر ده. طبعا ما ينفعش تيجي كده تبص على السنسور وتستخدمه مباشره كده من غير ما تبقى عارف هو ليه بالمنظر ده. خلاص ابسط حاجه عشان توصله صح لازم تبقى بتوصله في اتجاه السليم. يعني السنسور دوت بتوصله بطريقتين يا اما دي الطريقه ديت اللي هو دي في اتجاه الاستطاله. الطريقه دي بتبقى دامي سنسور بيتحول لدامي سنسور. هنشوف ان كل واحد فيهم ليها استخدام. وبالتالي انا طبيعي لما اجي اوصل السنسور اوصله في الاتجاه اللي بيحصل فيه الاستطاله. ليه بقى؟ لان الاستطاله دي لاحظوا ان هي بتاثر على كل البرانشز ديت. يعني ده عباره عن زي كويل. الكويل ده اهو في كل خط معدني هنا بيحصل له استطاله. الدلتا ار الناتجه عن الخطوط الكتيره قوي دي لما بتتجمع بتديني ريزيستنس محسوسه. يبقى ده الهدف منه ان انا احاول ماجنيفاي قيمه الدلتا ار الناتجه عن الاستطاله بكميه كبيره قوي من الايه من الخطوط المعدنيه دي. طبعا لازم تتوصل في الاتجاه ده. خلاص؟ عشان اقدر احس بالاستطاله. طبعا الطرفين دول طرفين بتوع السنسور، الطرفين دول بتوع السنسور اللي عن طريقهم اقدر ان انا ايه؟ اقدر ان انا اقيس قيمه الريزستنس دي وادخلها بقى في اي دايره ويتستون بريدج فولتج ديفايدر او خدام. دي تيبيكال سيركت اهو، دي تيبيكال سيركت اهو. انا بستخدم الويتستون بريدج اهو في السترين سنسور. لاحظوا ان انا هنا مستخدم اثنين سنسور. لاحظوا ان انا هنا اهو ادي ار 1 وار 2 دول ريزيستنس عاديه ودي حاجه اسمها ار اي وار دي. ار اي ده اللي هو السنسور اللي متوصل بالشكل السليم. اما ده الدامي سنسور. ده الدامي سنسور. ايه لازمه الدامي سنسور؟ حد يتوقع ليه؟ كان بيلغي تاثير التمبريتشر تقريبا. ايوه بيلغي تاثير التمبريتشر والانفايرمنت عامه. يعني اي ظروف محيطه ما بتاثرش على ايه؟ بتاثر على الاثنين في نفس الوقت. وبالتالي التاثير بتاع الظروف المحيطه بيروح لان هو في الاخر ده ويتستون بريدج. يعني اللي بيحصل هنا بيحصل هنا. وبالتالي ما بيبقاليش دايما غير تاثير بتاع السترين. ممكن اضاعف الكلام دوت عن طريق ان انا احط سنسورز فوق واحط سنسورز تحت. خلاص؟ فبالتالي ده الى حد ما هيزود الايه؟ الايفكت بتاع السنسور. دي تعويض مباشر في معادلات الويتستون بريدج عشان نشوف الدلتا في الناتجه عن الاستطاله. فلما تيجي تحسب في الاخر خلاص هيطلع ان الدلتا في لما تيجي تعوض بقى بمعادلات السترين
اي علاقه الدلتا في اللي طالعه بالسترين، هتلاقي ان الدلتا في حتى السنجل سايت اللي هما يكون التو جيجز موجودين في نفس السايت بيساوي ناقص في اس اللي هو الفولتج سورس الاربعه في جي اف اللي هي المفروض 2.03 تقريبا في دلتا ال على ال، دي السترين، ده السترين اللي انا عايز اقيسه، ده السترين اللي انا عايزه. لما يكون دبل سايت اللي هو الطريقه الثانيه دي بتبقى ضعف بس، كانك ضربت الكلام ده في اثنين، كانك ضربت الثاني. الكلام ده جاي مباشره بالتعويض المباشر في معادلات الويتستون بريدج، الويتستون بريدج. خلاص؟ سؤال بسيط اهو، سترين جيج وذ جيج فاكتور 2.03 ده اللي احنا قلنا عليه بتاع الميتال، والريزيستنس عندي 350 از يوزد وذ سنجل سايت، يعني دي كنت ريزيستنس بتاعت السترين 230 اوم. استخدم سنجل سايد بريدج خلاص مع 10 فولت اللي هي البي اس، اف سترين السترين اللي هو الدلتا ال على ال، ده الدلتا ال على ال، دول الجايز فايند الفولت اللي طالع، فاتعوض في المعادله دي تعويض مباشر، دي معروفه ودي معروفه وده معروف، هيطلع لك ان ايه ده هيدي 7.4 ملي فولت، 7.4 ملي فولت اللي ناتج عن الويتستون بريدج. استخدامات اللود سنسور او السترين سنسور، في استخدامات تانية غير مجرد ان انت بتقيس السترين، حاجه اسمها اللود سنسور. اللود سنسور بحط هنا يا جماعه السنسور بتاعي، واحد دامي اهو، ده دامي وده اكتف في اتجاه واجي هنا اروح معلق ده مثلا بخطاف كده، واروح من هنا عامل ايه تعليقه تانية وعلق التقل بتاعي، واستخدمه بقى ايه في قياس الويت، في قياس الويت الوزن. اكيد طبعا كل ما الويت زاد كل ما السترين زاد، كل ما كان اقدر بقى اريليت السترين دوت للويت اللي موجود، يعني اعمل اقدر اعمل جدول كده اهوت، اهو جدول كده اهو، الجدول دي بيقول مثلا ان 1 كيلو جرام بيديني استرين مقداره كذا او يديني فولت كذا، لو انا موصلها مثلا مع ايه مع دايره فولت دايره زي دي مثلا يعني. خلاص اقدر اطلع جدول بقى ايه بكل 2 كيلو جرام بيساوي كذا، الحاجات دي بتقيس حاجات بالطن كمان يعني، ممكن مثلا 1 طن 2 طن وهكذا. اقدر اعمل جدول ما بين الفولت اللي طالع من الدايره بتاعتي والوزن اللي انا بقيسه، الوزن اللي انا بقيسه. خلاص يبقى انا كده ايه استخدمت السترين سنسور في استخدام غير القياس كمان السترين، لا ده انا بقيس هنا الوزن عن طريق السترين سنسور. خلاص طيب اتفضل. واحنا ليه حطينا تو سنسورز واحنا مستخدمين الواي اكسس بس في الميجرمنت؟ احنا قلنا يا باشمهندس انت مش مصحصح، قلنا ان الثاني دوت بيلغي تاثير الحراره. تمام بيلغي تاثير الحراره اوكي، هو ملوش اي استخدام غير ان هو حرارته لما الحراره بتزيد هو كمان بيسخن خلاص وبيتغير مقاومته، فبالتالي المقاومه بتزيد على الطرفين، فبالتالي بيحصل بالانس في السيف البريدج بتاعتي ومفيش اي تاثير عليه. تمام ماشي. اكزامبل بسيط قوي، هو بيقول لك سترين جيج اوف الومنيوم 2.5 ملم راديوس، الجيج فاكتور بتاعته 2.13 الاي اللي هي اليانج مودولس بتاعي ب 6.89 في 10 اس 10، دي 10 اس 10 دي 10 اس 10 مش 1010. ذا بريدج ار 1 ار 2 120 اوم وفي اس 2. بقول لك فايند ذا بريدج اوت، عايز لما بيبقى في فورس مقدارها، ده هنا بدانا من الفورس نفسها. طالما بدانا من الفورس نبدا بمعادلات اللي هي الاستريس والسترين، ادي اليانج مودلس بيساوي الاف على ايه؟ على دلتا ال على ال. انا عارف هنا ايه الفورس ايه؟ وعارف الاريا اللي هي بتاعت اللي هي جايه من الراديوس ده، اقدر احسب الاريا، وعارف اليانج مودلس، فهقدر احسب الدلتا ال على ال اللي انا كنت هبدا بيها الشغل بتاعي. خلاص عرفت الدلتا ال على ال، اقدر اعوض في معادله السنجل سايت بريدج عشان اقدر اطلع الايه الاوتبوت فولتج. يبقى بالتالي هنا استخدمت ايه، بدات من اول اليانج مودلس الايكويشن بتاعت الاستريس والسترين عشان اقدر اطلع في الاخر خالص كده، ده كله فيزيكس، حاجات درستوها في الفيزيكس، بس مجرد بس باكد على ان احنا فاهمين فكره عملها ايه. خلاص الموشن سنسور، الموشن سنسور يمكن ده من اهم السنسورز اللي ممكن نتعرض ليها وبنشوفها كتير جدا في حياتنا. الموشن سنسورز انت بتشوفها جوه الموبايل بتاعك،
اكيد طبعا. وانت بتعمل حركه، لو انت بتستخدم برامج اللي هي بتقيس الخطوات والحركه والمشي والجري والكلام دوت زي برامج الفيتنس والكلام ده، دي معتمده على الموشن سنسور. هي بتقيس حركتك ازاي؟ عن طريق سنسور موجود جوه الديفايس بيقدر يقيس انت بتتحرك وبتعمل اكسلريشن او كذا او كذا او كذا. خلاص، في برامج ممكن تقيس السرعه سواء بقى باستخدام الجي بي اس، ودي حاجه مش السنسور ده، لا، في برامج بتقيس الاكسلريشن بتاعتك وبتكاملها عشان تقدر تحسب الفيلوسيتي بتاعتك وهكذا. وبالتالي دي الموشن سنسور. الموشن سنسور مهمه جدا عشان اقدر اقيس جوانب الحركه المختلفه. اهم حاجه عندي عايز اقيسها الاكسلريشن، لان الاكسلريشن هي المعيار كبير مهم جدا جدا، ومهم جدا في الاندستري، ومهم جدا في الابلكيشنز المختلفه. خلاص، اللي منها لو كملته طلعت اقدر اطلع بالسرعه، ولو كملته تاني اقدر اطلع بالديستنس، وان كنت مش مهتم بالديستنس لان الديستنس ليها سنسورز خاصه بيها. يعني الديستنس ليها سنسورز خاصه بيها، حتى الفيلوستي برضه ليها سنسورز خاصه بيها. انا ممكن اقيس الفيلوستي باشكال بطرق مختلفه، لكن الاكسلريشن في حد ذاتها قيمه مهمه جدا. خلاص، بتستخدم مهمه جدا ان انا اقدر اقيسها، ومهمه جدا جدا في تطبيقات كثيره جدا في الصناعه. انتوا عارفين الاكسلريشن يا جماعه دي يعني لما جسم مثلا بيقع من مسافه عاليه او بيحصل له كراش، خلاص، بيتعرض لاكسلريشن عالي قوي. الاكسلريشن دي في حد معين كده بقى يعني بيحصل بعديه كراش للسيستم دوت او تدمر للسيستم دوت. خلاص، يعني فالاكسلريشن اقدر اقيسها عشان اقدر اعرف مدى سلامه السيستم دوت ومدى قدرته على التحمل ومدى قدره امكانيه السيستم ده على انه يفضل متماسك في وجود اكسلريشن معين. خلاص، طيب احنا عندنا انواع الحركه ايه يا جماعه؟ عندنا حركه خطيه، خلاص، ودي الريليشنز بتاعتها، ان هي بتقول ان الفيلوسيتي هي عباره عن تكامل الاكسلريشن، اللي يبقى احنا بنبدا بالاكسلريشن عشان احسب الفيلوسيتي، واقدر احسب منها الاكس اللي عباره عن تكامل الفيلوسيتي، اوكي؟ فدي الحركه الخطيه. في عندي حركه دائريه برضه ببدا بالاكسلريشن الدائريه اللي هي الفا، بكملها عشان احسب ال اوميجا، خلاص، دي اوميجا اف تي، دي اوميجا اف تي، خلاص، وبكامل الاوميجا عشان احسب الايه الثيتا. عندي حركه تردديه، خلاص، اللي هي ديت، برضو ابدا في اقدر في الاخر، هي عباره عن ايه، عندي السيجنال بتاعتي ديت، خلاص، لو انا كملتها اقدر احسب الاكسلريشن الفيلوسيتي والاكسلريشن من بتاعه الحركه التردديه ديت. في عندي تشوك، التشوك لما يكون جسم سقط من ارتفاع معين باكسلريشن معين، المفروض ان هو في الاخر يعني الاكسلريشن العاليه دي بيسموها ايه؟ التشوك، الاكسلريشن بتاعت التشوك، خلاص؟ دي اللي او اللي بتاعت الصدمه، وقت الصدمه، وبعد كده ممكن الاكسلريشن دي يحصل لها باونسنج بعد الصدمه، بتفضل تقل 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 لغايه ما السيستم بتاعي يبقى في حاله الثبات. خلاص، التشوك ديت على حسب قيمتها ممكن السيستم ده يفضل سليم او يحصل له تدمير، خلاص، على حسب قيمه الاكسلريشن ديت. في جسم يستحمل بيك فاليو للاكسلريشن بمقدار مثلا ايه 500 جي، حيث الجي دي الاكسلريشن بتاعت عجله الجاذبيه الارضيه. في جسم يستحمل 200، في 1000، وات ايفر، على حسب الاستراكشر الهيكل بتاعه معمول ازاي. خلاص، فاحنا هنا بنقدر نحسب الاكسلريشن اللي بعديها الجسم بينهار، بعديها الجسم بينهار او الهيكل ده بينهار. اوكي؟ طب دي معلومات عامه بس عن انواع الحركه واهميه الاكسلريشن، خلاص؟ عايزين بقى نقيس الاكسلريشن، وهو ده النقطه المهمه بالنسبه لنا، ازاي بنقيس الاكسلريشن؟ السؤال يعني الاكسلريشن هي عباره عن تفاضل السرعه، والسرعه عباره عن تفاضل الديستنس. يعني لو قست الديستنس مع الزمن، خلاص، انا لو فضلتها هحسب، لا شك هقدر احسب الاكسلريشن الفيلوسيتي، ولو فضلتها هقدر احسب الاكسلريشن، ده ممكن لا شك يعني. خلاص، ان انت ممكن تعمل كده اهو،
يعني مثلا لو انت بتسوق العربيه ومشغل جوجل مابس فاكيد بيجي لك سرعه، السرعه دي مش جايه بسبب قياس الاكسلريشن مباشره، بتبقى جايه عن طريق ايه؟ عن طريق ان انا بقيس البوزيشن، بقيس البوزيشن بتاعك ومع التايم، انت مشغل على جي بي اس صح ولا لا؟ فدي بطريقه ثانيه خلاص. يبقى الاكسلوميتر اللي موجود في الموبايل مش بيستخدم لقياس السرعه، ده هنا بيستخدم لقياس الاكسلريشن بس خلاص. والاكسلوميتر اللي موجود في الموبايل ده اللي بيستخدم في برامج الفيتنس عامه، اللي بيقيس الحركه بتاعتك والتغير والموشن بتاعتك في المكان اللي انت فيه خلاص. لكن مش هو اللي بيستخدم في الجي بي في المابس عشان يقيس الفيلوستي مثلا خلاص. يبقى هنا الغرض هنا ان انا اقيس الاكسلريشن. في بقى ديفايس لاقوه بيقيس الاكسلريشن مباشره، يعني هو ده يعني الميزه في الاكسلريشن، ان عندي ديفايس اصلا بيقيس الاكسلريشن من الاول، يعني مش محتاج ان انا افاضل السيجنال مرتين عشان اقيس الاكسلريشن، ده انا عندي ديفايس بيقيسها اصلا من الاول خلاص. ومن هنا بدات فكره قياس الاكسلريشن. عايزين نشوف فكره عمل الديفايس ده ايه. الديفايس ده فكره عمله زي ما هو واضح في الشكل ده، لو احنا فاكرين كان سبرينج، او انتوا هتدرسوه في تدرسوه في الفيزيكس، هتدرسوه في ماده السيستم داينامكس تاني. عباره عن ايه؟ عباره عن سبرينج بالمنظر ده، واصل عليه كتله مقدارها ام خلاص. فلنفرض ان انا عندي بليت بالمنظر ده بيتحرك حركه خطيه زي مثلا في الاتجاه ده خلاص. البليت ده لما يتحرك في الاتجاه ده هيحصل ايه؟ حد فيكم عارف هيحصل ايه لما اجي اتحرك في الاتجاه ده؟ الماس هيتشد ليه؟ اكستنشن للسبرينج، هيحصل اكستنشن للسبرينج، والماس دي هترجع ورا شويه بمقدار دلتا ايه؟ دلتا اكس خلاص؟ طب الاكستنشن دوت هيبقى مقداره قد ايه؟ يعني هل هو مثلا كل ما اتحرك مسافه اكبر هتزيد اكتر؟ ولا ايه بالظبط؟ يعني الدلتا اكس دي فانكشن في ايه؟ خلاص؟ هل هي مرتبطه بالمسافه اللي انا بقطعها؟ يعني الزمن اللي فات؟ ولا مرتبطه بايه؟ لو انتوا رجعتوا كده للمعادلات هتلاقي ان الدلتا اكس دي مرتبطه بالاكسلريشن مش مرتبطه بالوقت ولا الزمن. يعني طالما الاكسلريشن اتغيرت الدلتا اكس بتزيد خلاص. ومن هنا جت فكره عمل الايه او قياس الاكسلريشن، ان انا الاكسلريشن او الاستطاله اللي بتحصل في السبرينج مربوطه بالاكسلريشن مش مربوطه بالسرعه خلاص. مش مربوطه بالسرعه، يعني مثلا كونك ماشي بعربيه سرعتها 20 كيلو ولا 30 كيلو ولا 100 كيلو ولا 200 كيلو مش هتفرق خالص في الاستطاله بتاعه السبرينج. انت ممكن تكون ماشي على سرعه 200 كيلو متر في الثانيه في الساعه خلاص، والاستطاله الحاصله في البليت دوت هي بالظبط الاستطاله، يعني ممكن تبقى زيرو كمان، ممكن يبقى دلتا اكس بيساوي صفر. ليه؟ لان انت لو ماشي على سرعه ثابته الاستطاله بتبقى زيرو خلاص، لان الالفا لما هنا بتبقى بزيرو، وده يعني واقع انت جرب التجربه دي. انت حتى ابسط حاجه لو انت سايق عربيه، لو وقت ما بتزيد سرعتك بتلاقي نفسك لازق في الكرسي خلاص، بالكرسي يعني بتضغط على الكرسي على ظهر الكرسي طول ما انت بتزود السرعه، لان هنا في اكسلريشن. لكن طالما وصلت لسرعه ستيبل خلاص، وصلت ل 100 مثلا وثبت على كده على الطريق الصحراوي ولا حاجه، خلاص بتبدا تتحرك عادي جوه العربيه وما انتش حاسس بايه، باي ضغط على ايه اثناء الحركه. يبقى اذا السرعه الثابته خلاص سواء عاليه ولا منخفضه مش معناها ان هيحصل بريشر او ضغط خلاص، او استطاله هنا في حاله السبرينج. اوكي، انا اللي يهمني دايما الزياده في السرعه خلاص. طب اذا نطلع هنا ان القانون بتاع السبرينج ده بيديني معادلة جميلة جدا، ان الاكسلريشن بيساوي كي على ام، الكي ده كونستنت والام ده كونستنت، والدلتا اكس دي اقدر اقيسها، ما هو دي استطالة اهي استطالة خلاص. فطالما اقدر اقيس الدلتا اكس يبقى انا هقدر احسب الاكسلريشن. وبالتالي لو انت صمم ديفايس بسيط قوي مكون من الحاجات ديت هقدر ببساطة اقدر احسب الاكسلريشن بتاعت اي ديفايس بيتحرك، بتاعت اي ديفايس بيتحرك. اوكي طيب، مشكلتنا ايه؟ مشكلتنا ان في الحركه الخطيه زي الفل، ما عنديش اي مشكله، ما عنديش اي مشكله. حتى في الحركه الدائريه برضو ما فيش مشكله، لكن المشكله دايما في الحركه التردديه. الحركه التردديه يعني لو انا بقى ايه رايح جاي، لو انا رايح جاي، وده كتير برضو في انظمه المصانع بيحصل حركه تردديه.
طب السبرينج يقدر يقيس الاكسلريشن في حاله الحركه التردديه كمان في حاله ان هي بفريكوانسي بليمت معين. يعني مش يعني ما اقدرش طبعا اسبورت كل الفريكوانسيز، لا ده انا عندي ليمت معين اقدر اقيس فيه الاكسلريشن، اكتر من كده مش هعرف اتعامل، لان السبرينج نفسه هيتحرك حركه تردديه، هو كمان ليه ناتشرال فريكوانسي. خلاص السبرينج يا جماعه لو انا سبته كده لوحده كده بعد ما شديته هيبدا يعمل لي اوسيليشن بالمعادله ديت ويفضل يديكي يديكي لغايه ما يوصل للزيرو. خلاص المعادله دي فيها الاف ان، الاف ان دي هي اللي بيسموها الناتشرال فريكوانسي بتاع السبرينج. فانا ببساطه الناتشرال فريكوانسي دي اهي دي عباره عن 1 على 2 باي جذر كي ام. خلاص دي الناس اللي لو رجعنا لمعادلات السبرينج، تخيل شديت سبرينج وسبته يتحرك، هيتحرك بناتشرال فريكوانسي بالمنظر ده. طبعا هتفضل تديكيت ديكيت لغايه ما توصل لزيرو. وجود الناتشرال فريكوانسي دوت او التردد ده بيعوق عمليه قياس الاكسلريشن لو انا عندي حركه تردديه، يعني لو عندي ببساطه بليت رايح جاي، بليت رايح جاي. خلاص؟ طب ايه بقى الشرط؟ assuming low frequency vibration، يعني معناها في حاله الحركه التردديه لازم تكون الاف بتاعت التردد لازم تكون اقل بكتير قوي من الناتشرال فريكوانسي بتاعت السبرينج. وبالتالي هو هنا كنا حاطين ليها شرط ان الاف لازم تكون بتساوي اف ان على 2.5، اقل من اف ان على 2.5. ده شرط ان انا اقيس الاكسلريشن بتاع باستخدام سبرينج، باستخدام سبرينج. خلاص؟ ادي بليت اهي رايحه جايه اهو ماشيه في الاتجاه ده، ماشيه في الاتجاه ده. خلاص؟ الحركه التردديه بتاعتها باستخدام بفريكوانسي اف، مش هقدر اقيس الحركه الاكسلريشن بتاعتي ديت الا باستخدام اذا كانت الاف بتاعتي اقل من اف ان على 2.5. خلاص؟ هنا بقى بديك ايه اكزامبل، بيقول لك اكسلوميتر وذ ماس 0.05 كيلو جرام والكي اهي جاهزه والدلتا اكس اهي 0.02، يعني دي الازاحه اللي هو شايفها. فايند ذا ماكسيمم اي اند اف، فبالتالي ايه ماكسيمم هيساوي كي على ام دلتا اكس هيساوي 1200 متر تربيع لكل سكند. هو هنا حاسبها بالجي يعني قاسبها على 9.8. خلاص؟ وبالتالي طب الاف ان بقى بتاعت السبرينج ده كام؟ 1 على 2 باي جذر كي ان، ده القانون بتاعها اللي هي هتساوي 39 هرتز. وبالتالي الاف ماكسيموم هتساوي اف ان على 2.5 اللي هي 15.6 هرتز. وانا هنا حسبت مطلوب الاول، يعني حسبت الاكسلريشن في حاله استطاله معينه، ده مطلوب. مطلوب الثاني ان انا حسبت قيمه الماكسيمم فريكوانسي اللي هي 15.6، يعني الناتشرال فريكوانسي بتاعت السبرينج ده 39 هرتز. لو انا قربت منها خلاص مش هينفع اقيس الاكسلريشن، لكن انا عندي ليميت اللي هو 15.6، دي الفريكوانسي اللي انا مسموح ليا ان انا اعملها طالما بعمل اقل منها ويساوي 15.6 هرتز يبقى انا هقدر اقيس الاكسلريشن. اكتر من كده هيبقى فيه لخبطه، هيبقى فيه لخبطه نتيجه الناتشرال فريكوانسي بتاعت الايه؟ بتاعت السبرينج. طيب لغايه كده فهمنا فكره عمل السبرينج وفكره ازاي بستخدمه وفي قياس الاكسلريشن. طب الاكسلوميتر بقى اللي جوه الموبايل دوت ازاي؟ يعني هل انا جوه الموبايل عندي سبرينج يعني وماس اتشت بيه؟ فعلا انت عندك حاجه زي كده جوه الموبايل، انت شايفها لانها موجوده جوه نانو اليمنت، يعني او اليمنت صغير او بيسموه يا ربي الميمس، المايكرو الكترونيك ميكانيكال، المايكرو الكتريكال ميكانيكال سيستم. خلاص اللي هو الميمس ده عباره عن سيستم ميكانيكال والكتريكال بحجم مايكرو زي الترانزستور كده، بيتعمل على تشيبايه ما انت شايفه. انت ممكن تشوف ترانزستور في الواقع برجلين كده، ده ترانزستور. وممكن يبقى عندك تشيبايه عليها مليون ترانزستور برضه بنفس الحجم. خلاص نفس القصه، قدروا يعملوا حاجات ميكانيكال ديفايسز ميكانيكال جوه مع مواد باستخدام الميمس، التكنولوجي بتاعت الميمس. قدروا يصنعوا بقى ديفايسز كتيره قوي احجامها صغيره جدا جدا جدا، من ضمنها الاكسلوميتر اللي بيقيس الاكسلريشن جوه الموبايل. الميمس يعني ده شكل الميمس بتاع الاكسلوميتر.
ده السبرينج يا جماعه، يعني ده بديل السبرينج، عباره عن زي ما ماده معدنيه على هيئه قوس. القوس دوت بيدي نفس الايفكت بتاع السبرينج، لان انت هو مجرد ما بتضغط عليه هو بيبدا يصد ويمنعك عن الضغط. وهنا عندك الماده اللي بتضغط عليه، الكتله اللي بتضغط عليه اللي هي الماس، خلاص. وهنا دي الحركه، الحركه سواء بقى في الاتجاه ده او في الاتجاه ده، خلاص، اللي بتاثر على الاكستنشن بتاع ده. في الاخر خلاص هيعمل لك دلتا اكس، يعني هيعمل لك هنا ايه دلتا اكس. الدلتا اكس دي بتريبريزنت الايه الكومبريشن او التنشن اللي حصل في السبرينج مع الحركه الخطيه اللي حصل. اوكي. طبعا شكله غريب شويه، بس هو ده اللي ممكن يتعمل جوه المامس، خلاص. في الاخر برضه بيؤدي نفس المنتج، يعني في الاخر خلاص بيؤدي لقياس الاكسلريشن، خلاص، جوه الشبايه الصغيره قوي اللي بتتحط جوه الموبايل اللي انت ما انتش شايفها اصلا، خلاص، ما تقدرش تشوفها لانها حاجه بالمايكرو، يعني خلاص. الاكسلوميترز في انواع منها، في نوع منه معتمد على بوتنشيومتر. ما انا في الاخر عايز اقيس دلتا اكس، دلتا اكس دي مسافه، فالمسافه ديت بقيسها باستخدام بوتنشيومتر، بس عيبه احنا عارفينه انه في فريكشن مع البوتنشيومتر، فبالتالي الفريكوانسي اخره 30 هرتز، يعني اخري في قياس الفريكوانسي 30 هرتز. لو استخدمت بقى ال LVDT، ال LVDT اللي احنا عارفين ان هو ما فيهوش جواه فريكشن، اقدر اقيس لغايه 80 هرتز، اقدر اقيس ل 80 هرتز. البيزو الكتريك، البيزو الكتريك اقدر اقيس اللي هو يعني المواد ديت اللي هي الميمز، يقدر يقيس لغايه 5000 هرتز، لغايه 5000 هرتز، خلاص. طب كونكلوجن بقى، احنا نقدر دلوقتي نقيس الاكسلريشن باستخدام التكنولوجي، باستخدام السبرينجز والماس، ايا كان بقى شكل الارنجمنت. انا بقيس في الاخر الدلتا اكس، الدلتا اكس دي فانكشن مباشره في قيمه الاكسلريشن. طبعا انا بقيس الدلتا اكس دي باشكال مختلفه، خلاص، سواء باستخدام البوتنشيومتر او الال في تي تي او البيزو الكتريكال ماتيريال، لان هي مش مذكوره هنا بالتفصيل، بس يعني ممكن نقرا عنها بقى بره ولا حاجه. دي بتديني امكانيه ان انا اقيس ايه اكسلريشن بفريكوانسيز عاليه قوي. الفريكوانسي دي بتاعت ايه؟ الفريكوانسي دي بتاعت الحركه بتاعت البليت، يعني انت عندك، تخيل البليت دي لو بتعمل حركه تردديه رايحه جايه رايحه جايه، ده اسمه ايه؟ الحركه الترددية. يعني انت وانت سايق العربيه ما بتعملش حركه تردديه، بتعمل حركه ايه؟ في اتجاه رايح ده على طول. دي تقدر تستخدم فيها الاكسلوميتر لان الفريكوانسي هنا زيرو، صح؟ مظبوط. لو انت راكب مثلا سي يا سيدي راكب على في الملاهي بتاع اللي بتلف وتدور ديت، اللي دواره ديت، خلاص، دي بتعمل اكسلريشن دائريه، برضه ممكن تستخدم فيها السبرينج وبيقدر يحسب لك الاكسلريشن، خلاص. ليه؟ لان الحركه هنا حركه دائريه في اتجاه واحد، صح ولا لا؟ مظبوط. المشكله كلها في الحركه التردديه، لما تكون انت موجود في مكان او بتقيس بيس، البيس ديت قطعه من المعدن او قطعه من في مصنع او يونت في مصنع، بتعمل حركه تردديه، حركه تردديه يعني رايحه جايه، خلاص. الحركه التردديه ديت ليها فريكوانسي، مش معقول ان انا اصلا كده كده السبرينج هو كمان بيعمل حركه تردديه استخدمه في قياس حركه تردديه. فايه الليميت بقى؟ ان لازم الفريكوانسي بتاعت الحاجه اللي بتتحرك تكون اقل من الفريكوانسي بتاعت السبرينج، الناتشرال فريكوانسي بتاعت السبرينج ب 2.5 مره. اوكي؟ تمام؟ تمام يا دكتور، شكرا. يعني انا مش قادر اتخيل او مش متذكر اكزامبل قوي في الصناعه لحركه تردديه لحاجه بتتحرك تردديا، بس يعني شور في انظمه صناعيه بتعمل حركه تردديه، خلاص. ممكن الاهتزاز نفسه الفايبريشن نفسه ده حركه تردديه، خلاص، يعني انا اقدر اقيسها عن طريق الاكسلريشن، بس يعني هل انا مش متذكر قوي حركه واضحه قوي او جهاز بيتحرك حركه تردديه في الصناعه، خلاص، يعني بس اكيد في اكزامبلز كده، اكيد في اكزامبلز لكده. دكتور، هو ايه اللي هيحصل يعني لو بتساوي اللي هي الناتشرال فريكوانسي؟ يعني مش هيحس بيه؟ هو خلي بالك ان يعني انت دلوقتي عندك سبرينج، السبرينج نفسه ده لو انت سبته، ها، هو نفسه بيتحرك حركه تردديه، تمام، مظبوط.
طيب يعني بالتالي لو انت بتقيس الحركه نفسها والحركه نفسها بتاعت يعني البليت اللي انت حاطط فيه السبرينج هو كمان بيتحرك حركه تردديه، فلو الاثنين بيتحركوا حركه تردديه كده مش هتقيس حاجه خالص. ليه؟ لان فكره عمل السبرينج ان الاستطاله بتبقى كونستنت، يعني السبرينج بيبقى مستطيل خلاص، بيحصل له دلتا اكس، والدلتا اكس بتفضل ثابته لفتره من الزمن عشان تلحق تقيس الايه؟ الاكسلريشن. ايوه تمام. يعني معنى كده ان السبرينج وصل للستيدي ستيت، وصل للايه؟ للستيدي ستيت، مش عمال ايه فايبريت. طول مرحله الفايبريشن دي السبرينج بتاعي ما اقدرش استخدمه، ما اقدرش استخدم الدلتا اكس بتاعته في قياس الاكسلريشن لان هو عمال اصلا يفايبريت. فده يعني بيدي خطا في القراءه بتاعتي. هو ده كومبليتلي غلط طبعا، لان هو اوريدي لسه في حاله الترانزيت. ده انا بستناه لما يثبت. طب هيثبت أيوة. ازاي اصلا والبليت اللي تحته هو كمان عمال يفايبريت؟ فلازم استنى اللي هو الفريكوانسي ان يبقى الثاني اقل منه. ايوه، لما يكون انا بقى الفريكوانسي بتاعتي اقل من الفريكوانسي بتاعت هيكون عنده وقت يلحق فيه يثبت. خلاص؟ اكتر من كده هيبدا يفايبريت، يبقى هتلاقيه عمال يتحرك بسرعه كده قدام فوق البليت بتاعك، فبالتالي انت مش عارف تقفشه، يعني مش عارف تثبته، مش هيثبت. خلاص؟ هيفضل طول الوقت في حاله ترانزيت، هيفضل طول الوقت في حاله ايه؟ ترانزيت. يبقى بالتالي ما وصلش لمرحله الستيدي ستيت اطلاقا، وبالتالي مش هتقدر تقيس الاكسلريشن. وبالتالي الحركه اللي بتاعت البليت لازم تكون تحتيه بطيئه، رايح جاي بس بالراحه قوي عشان تدي له وقته. ها؟ فين؟ في قياس الفريكوانسي. طبعا عمليه القياس بتختلف على حسب بقى نوعيه السبرينج والماتيريال اللي بتصنع منها والماس والكونستنت بتاعه. خلاص؟ ف يعني هنا ده كان معيار، يعني احنا شفنا حاجه زي البوتنشيومتر، لو انا بقيس باستخدام بوتنشيومتر انا اخري 30 هرتز، لان في معيار ثاني بقى بتاع الفريكشن. خلاص؟ يعني انا السبرينج ده انا بقيس حركته باستخدام حاجه بتحتك بيه، فالاحتكاك اصلا بيعمل مشكله للسبرينج. فبالتالي مع وجود بوتنشيومتر اخري 30 هرتز، مع كود ال بي تي تي ما فيهوش احتكاك بقى 80 هرتز. في ماده ثانيه بقى اسمها بيزو الكتريك، دي في الغالب بيستخدم في تصنيع السبرينج نفسه والماتيريال بتاعت السبرينج نفسه، بيبقى ليك الكونستنت بتاعها مختلف خالص، لان لاحظ ان الفريكوانسي هنا اهي، بص كده على الفريكوانسي، الناشونال فريكوانسي بيساوي ايه؟ ادي الناشونال فريكوانسي مرتبطه بالايه؟ بالكي والام. صح؟ اه مظبوط. وبالتالي انا ممكن ازود النشر فريكوانسي قوي، ممكن ازودها جدا عن طريق اللعب في الكي والام. فالبيزو الكتريك اكيد الماس بتاعته ممكن تكون صغيره، وفي نفس الوقت الكي بتاعته كبيره، فلما انا اخلي الام والكي كبار قوي مثلا زي 5000، اوصله ل 5000 هرتز، يبقى بالتالي بقى عندي كده ايه؟ فريدم ان انا اعمل حركه تردديه. خلاص؟ اقل 5000 على 2.5. طب لو وصلتها ل 15000 ولا 20000، يبقى انا برضه يبقى انا بعلي الرينج بتاع الفريكوانسي اللي انا اقدر اقيسها، صح ولا لا؟ ايوه تمام. طيب يبقى اكيد البيزو الكتريك ماتيريال، اكيد البيزو الكتريك ماتيريال بتأفكت البوث الكي والام. خلاص؟ بحيث ان انا اقدر اوصل لفريكوانسي عاليه زي دي، يعني تخيل 5000 اهتزازه في الثانيه ومع ذلك اقدر اقيس الاكسلريشن. خلاص؟ يعني فدي حاجه كويسه مش حاجه وحشه. خلاص؟ طيب دكتور، هو ال بي دي تي في الاكسلروميتر ده ايه اللي بيتحرك فيه؟ او يعني ال بي دي تي، خلي بالك ان الاكسلروميتر هنا ده اهو، لاحظ ان البليت ده بليت اهو، البليت ده عباره عن سبرينج، عباره عن قطعه من المعدن زيها زي السبرينج برضه بالظبط، يعني زي السبرينج اللي هو ملفوف دوت، هو برضه قطعه المعدن دي عباره عن ايه؟ هي كمان سبرينج. السبرينج ده ليه ماس. خلاص؟ ومع الحركه يا اما بيحصل ديفليكشن في اتجاه او في اتجاه معاكس. تمام. يعني مش لازم السبرينج يبقى عباره عن السبرينج اللي احنا عارفينه، يعني السبرينج هنا اخد كذا شكل، يا اما بليت بالمنظر ده، يا اما بليت بالمنظر ده، يا اما سبرينج طبيعي زي ده. خلاص؟ كل دول سبرينجات، صح ولا لا؟ اه تمام. تمام. هي ماده بيبقى مرنه، الماده فيها مرونه، ودايما بترجع لفكره عمل السبرينج اللي عباره عن ماده مرنه، دايما بتحاول ترجع للشكل اللي ايه الاصل بتاعها. خلاص؟
كان بقى شكلها سبرينج اللي هو اللولبي دوت او الشكل اللي هو قوس او الشكل عباره عن خط بليت، دي كلها اشكال هو دايما بيحاول يحافظ زي المسطره، ما المسطره عباره عن سبرينج صح ولا لا؟ اه تمام. انت لو هزتها هتفضل تقعد تفايبريت لغايه ما توقف، ما هو دي مسطره دي ببساطه. طبعا يعني دي اشكال مختلفه للسبرينج. طب هنا بقى الاكسلوميتر، دي دايره اهي، دي دايره اهي للاكسلوميتر، ادي الاكسلوميتر هنا لو انا اخذت الاوتبوت بتاعه خلاص، الاكسلوميتر الاوتبوت بتاعه اللي هو عباره عن فولتج خلاص، ودخلته على الانتجريتور ده، يعني لو انا عندي اكسلوميتر سيركت بتطلع فولت ايا كان بقى شكلها ايه، الدايره دي بقى عباره عن ايه، يعني مثلا في حاله ال في دي تي هي كده كده بتطلع فولتج جاهز. اوكي لو خدت الفولت ده عملت له هنا عملت ايه؟ ده دي بتعمل ايه؟ انتجريتور انتجريشن، هيطلع لي هنا في الاخر خالص ايه، حاجه معيار للسبيد الفيلوسيتي، وهنا بعمل له امبليفيكيشن عشان خاطر اكبر. فدي تيبيكال يوز لاستخدامات الاكسلوميتر في قياس الفيلوسيتي، في قياس الفيلوسيتي. وان كان الاكسلريشن في حد ذاته فاليو بتتقاس، فاليو بتتقاس. انا ممكن ابص على الاكسلريشن سيجنال اللي طلع من الاكسلوميتر، اقدر اعرف مثلا الشخص اللي ماشي دوت ده ماشي ولا بيجري ولا راكب عجله ولا راكب عربيه ولا طالع سلم ولا نازل صح ولا لا. دي كلها سيجنالز لو انا عملت عليها اناليسيس هقدر اعرف بالظبط ايه اللي بيحصل في الشخص اللي بيتحرك او في الحاجه اللي بتتحرك ديت. اوكي فاكيد ليها استخدامات كبيره. البريشر سنسور، البريشر سنسور هنا بقى يعني شفنا حاجات كتيره، تعال بقى بالمره نشوف البريشر بنقيسها ازاي. البريشر يعني الاكزامبل ده بسيط قوي، بيوضح لك هنا ازاي بقيس البريشر. تخيل انا عندي البريشر ده اللي عايز اقيسه، وده الضغط الجوي وهنا الضغط الجوي. فطبيعي ان البريشر يا جماعه ده بيضغط على الايه، على المنفاخ اللي جوه دوت، بيبدا طبعا المنفاخ ده هنا في ماده هنا زي سبرينج يعني شبه السبرينج، بترجعه تاني يعني على حسب بقى ضغط البريشر بيبدا يتحرك لجوه او بيرجع لبره لو البريشر قل وهكذا. ده بيحرك دراع دي جوه، بتحرك ال في دي تي، ال في دي تي بيطلع لي فولت هنا يتناسب مع الحركه بتاعت الدراع، وبالتالي كل ما البريشر بيزيد كل ما الدراع هيتحرك كل ما الفولت اللي طالع هيتغير. طبعا هنا انا ما بقيسش هنا البريشر، انا بقيس فرق البريشر ما بين هنا وما بين ايه، هنا ما بين النقطتين دول خلاص. يبقى اذا دي طريقه قياس البريشر، ان انا البريشر بقيس الفرق ما بين التو بريشر. طبعا عشان اكنسل بقى الفرق البريشر الثاني، يا اما حاجه يا اما هنا احط ضغط بزيرو وده حاجه صعبه، او ان انا ريفير للضغط الجوي وبرده ده قيمتها ثابته خلاص ما هيش حاجه متغيره، يعني فرق كبير كده ما بين الضغط والحراره. الضغط الجوي يعني يعتبر ثابت في المكان اللي احنا فيه، انما الحراره دي ممكن تزيد وتقل، لكن الضغط الجوي بيبقى ثابت الى حد ما كبير. اللهم بقى لو انت بتقيس البريشر بقى فين، في مع ارتفاع الطياره او حاجه زي كده، لا يبقى ساعتها هنا بقى ايه فرق الضغط ممكن يبقى مشكله بالنسبه لك. لكن حتى الان هو دي السنسورز اللي عندنا اللي هنشوفها، مش هنشوف حاجه بتقيس الابسوليوت، هي دايما بتقيس دايما فرق البريشر. النوع الثاني من البريشر ده بقى ايه، سنسور صغنن يعني زي ممكن يبقى سيمي كوندكتور، ممكن ماده اللي هي الميمس دي اللي بتبقى عباره عن شيبس صغيره، بيبقى برضه عباره عن سبرينج عباره عن بليت، وادي البريشر اللي داخلي وادي البريشر الثاني. البليت دوت لو انا حطيت عليه سترين سنسور، سترين اهو سترين جيج، اقدر اشوف السترين بتاعه وبيزد عليه اقدر احسب فرق البريشر، فرق البريشر. يبقى دي طريقه ثانيه لقياس البريشر، يبقى دي الطريقه الاولانيه ودي الطريقه الثانيه اللي بقيس فيها البريشر. الفلو سنسور بتقيس الفلو، بتقيس الفلو. معلش كانسل دي ما هيش مهمه قوي، يعني التو اكزامبلز دول هنا بيقيس الفلو بتاع الحبوب يعني، بس يعني ده اكزامبل ملوش، لا مش مهم قوي بالنسبه لنا. تعالى بس نقيس الايه، نشوف الحاجات اللي فعليا بتقيس الفلو. ابسط حاجه عشان نقيس الفلو بستخدم العلاقه ما بين الفلو وفرق البريشر، بين العلاقه ما بين الفلو وفرق البريشر، الكيو بيساوي كيف جذر بي 2 ناقص بي 1. لو انا قدرت اعمل فرق في البريشر اهو، فرق في البريشر هنا، واقيس الفرق دوت عن طريق البريشر سنسور، لو دخلته على المعادله دي اقدر اقيس الفلو كام متر مكعب في الثانيه مثلا يعني خلاص. الكي دي كونستانت مرتبط بشكل الايه، الفنشوري اللي هنا ده، الفنشوري او النوزل اللي هنا او الشكل ده، كل واحده من دول بتعمل ليها كونستانت مختلف،
اللي هي كونستنت مختلف هو اللي بيخش في المعادله دي واللي من خلاله اقدر احسب قيمه الفلو اللي ماشي في البايب ديت. يبقى دي طرق مختلفه لقياس الفلو. في طرق غير يعني في طريقه ثانيه اهو برده، لو انا حطيت اثنين بريشر اهو، ده اللي عايز اقيس الفرق البريشر ما بين النقطتين دول خلاص، عشان اقيس الكيو بقيس الفرق ما بين البريشر بين النقطتين دول برده، دي طريقه ثانيه اهو. انا هنا بالنوزل ديت يعني بتؤدي لفرق في البريشر خلاص، لو ضربته في الكي بتاع النوزل هيديني قيمه الفلو. وبالتالي الفلو بقيسه عن طريق فرق البريشر. والكونستنت ده يعني ده كونستنت مرتبط بشكل البايب نفسها، شكل البايب وشكل الايه، لان انا لازم اعمل مضيق، المضيق دوت في البايب، المضيق ده بيؤدي لفرق البريشر خلاص. والمضيق دوت هو اللي بيختلف وبيغير في شكل ايه الكي بتاعتي خلاص، بيغير. ده هيغير الفلو اللي انا عايز اقيسه اصلا؟ لا مش هيغير الفلو، مش هيغير الفلو يعني، هو بيتهيألي بيبقى ديزايند ان هو بيبقى بيخلق بريشر في الحته دي، فرق بريشر في النقطه ديت، لكن مش هيغير لك الفلو بتاع الطلبات يعني. ده معلوماتي في الايه في ماده الفلويد يعني خلاص. هي مش لو لغايه حد معين لغايه ضيق معين هيبدا في تاثير فعلا على الفلو، لكن في النوزل ديت هي بتزود الفلو في الحته دي، لكن بعد كده بيرجع تاني بطبيعي. يعني لو انا عندي الفلو هنا اهوت، ادي هنا فلو وادي هنا فلو، الفلو هنا والفلو هنا ثابت، لكن الفلو في الحته دي بالذات بيبقى اسرع سنة، عشان كده بيبدا يخلق بريشر. اوكي طبعا احنا انا مش متخصص في الفلويد عشان اقدر ارد عليك بدقه، لكن دي معلومات البسيطه يعني من ايام ما كنت بدرس فلويد زمان يعني. اوكي طيب وده برضه شكل تاني اهو، ادي الفلو اهو، وانا هنا برضه خلقت ديفرنس في البريشر ما بين النقطه دي والنقطه دي، اقدر احوله لفلو زي ما انتم شايفين هنا اهو. ده برضه طرق غير تقليديه بقى لقياس الفلو، دي طريقه مانيوال يعني مالهاش علاقه خالص، ما اقدرش اوظفها كده الكتريكال، ان انا عن طريق ان انا ايه ادي الفلو داخل اهو وادي هنا خارج اهو، احط ماده زي عوامه، العوامه دي بتطلع لفوق مع قيمه الفلو، كل ما الفلو بيبقى ازيد كل ما تعوم لفوق اكتر. طبعا لو انا اعمل مونيتورنج ليها بعينيا او بجيجه او حاجه زي كده، يعني ممكن اعمل تدريج هنا او تدريج كده، كل درجه هنا بتعبر عن فلو ريت معين. في طرق برضو تانية غير تقليديه لقياس الفلو، زي مثلا ان انا احط تيربن هنا اهوت، تيربن هنا، التيربن دي بتلف، كل ما الفلو زاد كل ما التيربن هتلف اكتر، وبالتالي هيطلع لي ايه درجه فولتج اوت، فولتج اقوى واكبر مع قيمه الفلو. ممكن استخدم بقى ايه هنا يعني زي حاجه زي ايه زي سبرينج دوت مربوط ببليت، والبليت دي بيحصل لها ديفليكشن، الديفليكشن دوت بيزيد مع قوه الفلو، اقدر اقيس الديفليكشن دوت واقدر اعمل زي كاليبريشن ليه، بحيث ان انا اقدر اعمل طلع جدول كده، الديفليكشن الفلاني مرتبط بفلو فلاني، ديفليكشن الفلاني مرتبط بفلو فلاني، او اطلع فورمولا يعني بتوصف العلاقه ما بين الثيتا اللي هيعملها البوابه ديت وقيمه الفلو. احنا كده خلصنا الشابتر خلاص، وعدينا بسرعه على عدد كبير من السنسورز. بكومند ان انتوا تقروا كمان الشابتر اللي جاي يعني عشان تعرفوا على انواع الاوبتيكال سنسورز، لكن ما هواش علينا. وانا يعتبر كده خلصت المنهج معاكم بتاع السنه دي. حد عنده اي سؤال في الشابتر ده او سؤال عامه يعني؟ دكتور هو القوانين اللي هنا دي علينا حفظ كلها ولا في حاجات ولا حاجات ولا ايه؟ والله بص هنا في قوانين مرتبطه بالسنسور سيركت دي مش هتبقى لازم تحفظها، سوري لازم تبقى تستنتجها، اما القوانين اللي هي مرتبطه بالسترين والريزيستنس بتاعت دي كلها انا هديها لك في الداتا شيت، مش في الداتا شيت، انا دايما ما بجيبش داتا شيت، انا بجيب قوانين المستخدمه في الامتحان بحطها في اخر الامتحان كده، بضمها لك في اخر الامتحان. اوكي تمام. اي قوانين مرتبطه بالسيركتس دي عليك انك تعملها ريفيجن، لكن القوانين المرتبطه بالفيزيكس او بالبيهيفير بتاعه الديفايسز ديت انا دي بحطها لك زي ما هي في الامتحان لو انا جبت سؤال مرتبط بيها. اوكي يعني معلش يا دكتور، يعني مثلا بتاع السترين سنسور دوت
اللي هو كان اكيد هنا كل القوانين المستجده هنا هحطها لك في الداتا شيت. اي قانون هنا مستجد هحطه لك في الداتا شيت خلاص. تمام. خلي بالك فوكس قوي احنا الاسئله بتاعتنا هتبقى ام سي كيو، يعني هنا فوكس قوي على الكونسبت خلاص. طبعا هيبقى في اجزاء ممكن يكون فيها حسابات، ساعتها هديك القانون مفيش مشكله خالص. يعني بقول لك احسب مثلا الفلو ريت، احسب الاكسلريشن، احسب مش عارف السترين، احسب الاوتبوت قيمه الدلتا ار، دي كلها هتبقى تعويض مباشر في القانون عشان تحسب القيمه. اوكي. لكن مينلي هنا انا انترستد اكتر بطريقه استخدام كل سنسور وفائده كل سنسور وطريقه توصيله وليه بيتوصل والديفرنسز ما بين السنسورز وبعض خلاص، وفكره عمل السنسور. يعني ده الاهم بالنسبه لي في الشابتر دوت، من ان انا اعديك مساله فيها تعويض مباشر ومديك كمان القانون. يعني ايه الفائده اللي انا هستفيدها او انا هميجر ايه في ادائك؟ انا هنا اللي انا يهمني هنا في الشابتر ده ان انت تبقى اوير بالسنسورز واوير بانواعها واوير باستخداماتها وليه ده وليه ده وفكره عملها ايه. خلاص ده اهم بالنسبه لي من ان انا اعرف انت هتطبق في القانون ده ازاي. يعني تطبيق في الغالب هو تطبيق مباشر، يعني انت يعني مجرد بديك شويه قيم وانت بتعوض فيها عشان تطلع الاوتبوت. فده يعني سؤال كده ايه بسيط، يعني بديك بيه درجات مفيش مشكله ان يبقى موجود النوعيه دي، وفي نفس الوقت يبقى في نوعيه بتقيس مدى فهمك لانواع السنسورز. اوكي. حد عنده اي سؤال تاني؟ حد عنده اي سؤال في الماده عامه؟ ان شاء الله بدا من بكره باذن الله دكتور حسام حسن هيجوين معاكم وهيبدا معاكم ماده البروسيس داينامكس. توزيع الدرجات عشان بس يعني احنا عندنا الميد تيرم ده كان عليه كام درجه؟ كان عايزين 20 درجه. عندنا لسه الاكتيفيتيز وعندنا البراكتيكال. احنا عندنا في اساينمنتس، في عندنا سكشن عليها 10 درجات، وفي عندنا البراكتيكال اللي هي الاساينمنتس اللي هي البراكتيكال بارت اللي موجود اللي انتوا بتعملوه بالبروتوس او هتعملوه بعد كده بالماتلاب في حاله دكتور حسام حسن. دي كلها حاجات اساينمنتس انت بتسلمها وعليها درجات. ال 10 درجات التانيين وبالتالي كده 20 زائد 10 زائد 10 ممكن نكتبهم كده عشان الناس. اهو انا عندي هنا 20 متر وعندي 10 سكشن اللي احنا بنسميهم هنا اكتيفيتي. و10 سيكشن دي ممكن يبقى حضور غياب، ممكن يكون كويزات وات ايفر، وفي جزء براكتيكال على الاساينمنتس او الفاينل اساينمنت اللي احنا ممكن نديه لكم اللي هو هنا. هنا دي بقى الايه اللي هي البروتوس مش عارف كده زي البروتوس او الماتلاب، دي بترفعها على الموقع على ال ام اس. وعندي 60 الفاينل اكزام اللي هو عباره عن هيتقسم ان شاء الله على جزئين، 20 درجه على الكنترول كومبوننت و40 درجه على السيستم داينامكس. على اساس ان السيستم داينامكس ما دخلتش معاك في الميد تيرم خلاص. اي هوب ان انتوا تشدوا حيلكم، ماده سهله مش صعبه. متخيل انتوا عملتوا كويس في امتحان الميد تيرم، محتاجه بس فهم لان البيز ده بيز للمواد اللي بعد كده ان شاء الله، وبيز حتى للكنترول للسيستم داينامكس ومواد الكنترول الجاي ان شاء الله. فاتمنى ان انتم تكونوا فاهمين الماده كويس. شكرا لكم يا جماعه واتمنى لكم التوفيق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله.